بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء للثانوية العامة واللغة العربية. في البداية يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الفاضل أستاذ محسن العربي، مدرس أول بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذ محسن. أهلا بك يا أستاذ صلاح. الطلاب الأعزاء، إحنا مع بدايات العام الدراسي الجديد ومع إطلالة العام الدراسي، نتمنى أن تكونوا معنا دائما وأن تتابعوا مدرسة على الهواء حتى نستطيع معا أن نصل إلى أعلى وأفضل الدرجات. في حلقة سابقة قام الزملاء الأعزاء بمراجعة البلاغة والصور الجمالية حتى تكون هي أداة من خلالها نستطيع أن ندخل إلى عالم النصوص. النصوص هي فرع من فروع الثانوية العامة وفي اللغة العربية، وهي 20 درجة كاملة. سنبدأ اليوم بأول النصوص الموجودة في منهج هذا العام، وهو نص إيه يا أستاذ محسن؟ غربة وحنين لأمير الشعراء أحمد شوقي. اتفضل يا أستاذ محسن. يعني طبعا لكل نص مناسبة أستاذ صلاح. نعم. فهذا النص له مناسبة، وهي أن أحمد شوقي عندما قامت الحرب العالمية الأولى حجز عباس حلمي الثاني وهو الخديوي في تركيا ولم يدخل إلى مصر، وخافت بريطانيا من ولاء أحمد شوقي للخديوي، ومن هنا نفته، وكان قرار النفي بريطانيا، لكن مكان النفي ترك لأمير الشعراء أحمد شوقي، فحدد الجهة التي يريد أن يصل إليها الأندلس. وهي الأندلس. نعم. لأنها بلد يعني عربية مسلمة، فيها تاريخ العرب والمسلمين، ولكنه حجز في الأندلس وحددت إقامته، فأحس بغربته فازداد الحنين في قلبه، وأحس بمرارة ألم البعد عن الوطن، فكان أن سجل هذه الأبيات التي بين أيدينا اليوم. جميل. أستاذ محسن، حضرتك دخلت مباشرة على التجربة الشعرية. قبل أن نبدأ في النص مباشرة، قصيدة غربة وحنين هي 15 بيتا كاملا معا، ولكن قبل أن نبدأ في النص ونحلله سنخرج إلى فاصل قصير أعزائي الطلاب، ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء، نستكمل ما بدأناه معا. بدأنا في قصيدة غربة وحنين أحمد شوقي أمير الشعراء. بداية أعزائي الطلاب، لابد أن نعرف أن هذا النص 15 بيتا حفظ، هذا النص حفظ، ويأتي في الامتحان كثيرا. بعض الطلاب يظن أن التسميع لا يأتي كسؤال، بل هذا أمر خطأ، لأن التسميع يأتي كثيرا في أسئلة الامتحان. أستاذ محسن، تفضل وقال لنا التجربة الشعرية التي من خلالها نستطيع أن نفهم لماذا كتب الشاعر النص. أي نص ليه تجربة شعرية، اللي هي ليه الشاعر كتب النص، اللي هو كنا بنقول عليه زمان جو النص، اللي هو بيعيش موقف معين يتأثر به يكتب النص. عاش، تأثر، كتب. فأستاذ محسن قال لنا عاش أحمد شوقي تجربة بعد عن وطنه مصر، حيث نفي إلى الأندلس، وكثيرا ما كان يعاوده الشوق والحنين من أجل العودة إلى الوطن، تأثر الشاعر بذلك وكتب هذا النص. إذن معيشة، تأثر، كتابة. نفي إلى الأندلس، عاش فترة بعيدا عن وطنه الذي تربى ونشأ وترعرع فيه، شعر بالغربة والحنين إلى الوطن فكتب هذا النص. أستاذ محسن، لو حبينا ندي للطلاب نبذة سريعة، هو لا يأتي سؤال عن شخصية أحمد شوقي، ولكن الطالب طالما سيقوم بدراسة نص كامل لأحمد شوقي فلابد أن يعرف فكرة أو نبذة عن حياة أحمد شوقي. طبعا أحمد شوقي أستاذ صلاح ولد على أرض مصر. نعم. في العام 70 بعد 800 والألف، وتربى في قصر الخديوي إسماعيل، حيث كانت جدته تعمل وصيفة
في قصر الخديوي، مم. وترعرع في هذا القصر يعني، وكان للخديوي كانت هناك نعم كثيرة للخديوي عليه، ودخل كلية الحقوق وتخرج نعم فيها، وعمل رئيسا لقسم الترجمة في قصر الخديوي. وفي عهد الخديوي توفيق أرسل في بعثة إلى فرنسا، وذلك من أجل دراسة القانون. وقد أوصى الخديوي توفيق من بصحبة أمير الشعراء أحمد شوقي بأن يقنع بأن يدرس مع القانون الأدب، لأنه هناك علاقة وثيقة بين الأدب الاثنين. نعم والقانون. ثم جاء عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان شاعرا لهذا الخديوي، وهو الذي يقول: شاعر العزيز وما بالقليل ذا اللقب. ثم أتى النفي إلى الأندلس، وأتت مناسبة النص. نعم وقد بويع أحمد شوقي كأمير للشعراء وفي عام 1927، وتوفي سنة 1932. تمام. طبعا التجربة الشعرية، قد يأتي سؤال في الامتحان: ما نوع التجربة الشعرية التي تحدثت عنها الأبيات؟ التجربة الشعرية إما أن تكون تجربة ذاتية أو تجربة عامة أو ذاتية عامة. يعني إيه؟ إذا تحدث الشاعر عن تجربة تخصه هو، حاجة بتخصه هو زي نص المساء الذي سيأتي فيما بعد، يتحدث عن أمر يخصه هو فقط، فالتجربة ذاتية. أما إذا تحدث عن أمر عام، يتحدث يدعو إلى التفاؤل، يتحدث عن الاستعمار، فهي تجربة عامة. أما إذا تحدث وبدأ بالحديث عن نفسه ثم تحدث عن أمر عام، فهي التجربة ذاتية عامة. إذن أستاذ محسن، ما نوع التجربة في هذا النص؟ هي تجربة خاصة تحولت إلى عامة، نعم وقد يأتي سؤال: علل تجربة أمير الشعراء أحمد شوقي في نص غربة وحنين. نعم تجربة خاصة تحولت إلى عامة، نعم هي خاصة بداية لأنه يحب الوطن ويكره الاحتلال. نعم شوف يا أستاذ صلاح، حب الوطن وكره الاحتلال في قلبه هو أمر ذاتي. كشاعر، أمر ذاتي. نعم طيب، أنا لما أقرأ الأبيات أنا والأستاذ صلاح وطلاب الثانوية العامة، هيشاركم الشاعر هذه المشاعر؟ يعني إحنا كمصريين جميعا، سواء أنا والأستاذ صلاح أو الذين يستمعون إلينا الآن من طلاب الثانوية العامة، إيه اللي هيحصل؟ طبعا اللي بيحصل إن إحنا بنشارك الشاعر نفس المشاعر اللي نعم هي حب الوطن وكره الاحتلال. طب إذا نشارك كمان طلابنا معانا يا استاذ محسن، تفضل. زي ما بنشارك الشاعر بنفس المشاعر نشارك طلابنا معانا. تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا حبيب قلبي، اسمك ايه؟ انا اسمي مصطفى من سوهاج. على فكره خلصت ثانويه عامه السنه اللي فاتت، بس انا والله حبيت اتصل بيكم حضراتكم يعني عشان اشكركم والله. ربنا يبارك فيك يا مصطفى، والله ربنا الله يبارك يكرمك. فيك والله. انا والله عارف استاذ صلاح وانت الاستاذ محمود زكي، بصراحه يعني مش عارف اشكركم ازاي. حبيبي يا استاذ مصطفى، والله ربنا الله يبارك فيك يا حبيبي. انت الله يبارك دخلت فيك. كلية ايه يا مصطفى؟ انا الحمد لله 98.9. ما شاء الله ما شاء الله. دخلت كلية ايه؟ لا انا يعني انا السنه دي نقصت 4.5 درجات، بس قاعد لي 3 مواد. انا كنت قاسم السنه يعني عشان ايه اجيب مجموع كبير، يعني خدت 4 مواد السنه اللي فاتت، والسنه دي باقي لي 3 وكده. ان شاء الله يعني العربي خلص خلاص. خلص. 78. يلا ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله الله يبارك السنه فيك الجايه. والله. انا والله عارف ممكن اخر يومين في المراجعه هم اللي فرقوا خالص بصراحه، وبالذات لما حضرتك يعني كنت قمة التوتر كان في أول يوم. والله والله لما سمعت كلام حضرتك أنت في آخر ساعة، أنت يعني آخر ساعة أنت قدمتها وكنت وحديك في الحلقة الأخيرة دي من تقريبا أنا فاكر من 6 لـ 7، وحليت فيها امتحان بصراحة. والمراجعة والله ما طلع منها الامتحان، يعني نص المساء وباقي الأفرع الثانية وأسئلة الأدب، والحمد لله دي يعني. شهادة نعتز بها يا مصطفى والله، وكل اللي موجودين في قناة النيل التعليمية المكالمة دي تسعد قلبهم وتسلق قلوبهم، لأن إحنا كل العمل اللي بنقوم بيه من أجل الطلاب اللي زيكم
الله ولما يبارك فيك يا فندم. بنرى الابتسامة وبنرى الرضا عندكم بنعرف إن إحنا بنأدي عملنا على أكمل وجه. ألف الله ألف شكر ليك يا مصطفى، الله يبارك ومع أطيب التمنيات ليك إن شاء الله بمستقبل باهر بإذن الله. يعني دي شهادة تضعها قناة مصر التعليمية على صدرها نعم من أحد أبناء مصر الذين تابعوا دروس مدرسة على الهواء وخاصة في اللغة العربية. شوف نعم يا أستاذ صلاح بيقول لك أنا جبت 78 من 80، بسم تمام الله ما شاء الله. نعم يعني طبعا يعني درجة إحنا كويسة جدا في العربي. بنهنئ تمام هذا الطالب وجميع الطلاب الذين شاركونا في مشاهدة هذه الحلقات التي كانت في المراجعة ووفقنا فيها، يعني عظيم التوفيق أستاذ صلاح، الحمد وكان لله. لكم يعني فضل يعني أن تابعتم وصبرتم في يعني الأيام الأخيرة، نعم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك أستاذ محسن، ولعل مثل هذه المكالمات تجعل الطلاب الذين معنا في هذا العام يستمرون منذ البداية إلى النهاية. نحن لا نعمل فقط إلا من أجلكم. أنت فاكر أستاذ صلاح لما كنا بنقعد حوالي 9 ساعات متواصلة هنا داخل نعم نعم قناة مصر التعليمية؟ نعم نعم وخارج القناة إعداد فترة يمكن تتضاعف عشان نطلع باللي بنقوله لطلابنا وكاتبة الأعزاء. العمل طبعا التي اللي هي تقف وراء الكاميرات طبعا ده يعني فضل لا ينسى أبدا، ساندونا حتى ساندنا أبناءنا الطلاب. ويكفي ان هم يعني ما بيفضلوش ان الاسماء تذكر، يعني احنا لو هنذكر اسم اسم فهناك اسماء يعني تعتبر يوضع لهم والله تماثيل. احنا والله ندعو لهم الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، امين يا يلقون رب العالمين. الله تبارك وتعالى به يوم القيامة غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. آمين يا رب العالمين، آمين. نستكمل أستاذ محسن، لو حبينا نقول طيب لماذا سميت القصائد التي كتبها أحمد شوقي في لماذا سميت بالأندلسيات؟ عشان ما لأنه نبقاش جاوبنا. يعني كتبها في الأندلس، كتبها في في الأندلس الأندلس فسميت بالأندلسية. بالأندلسيات. نعم. أستاذ محسن، قبل أن نبدأ في النص يعني لابد أن نعلم من أي النصوص أو من أي المدارس الأدبية ينتمي هذا النص؟ طبعا هي من المدرسة الكلاسيكية نعم الجديدة التي رادها أمير الشعراء أحمد شوقي، وكان تلميذا لرائد المدرسة الكلاسيكية أو مدرسة الإحياء والبعث رب السيف والقلم محمود سامي البارودي. نعم أستاذ محسن، المدرسة الأدبية عشان بس الطلاب إلى أن نقوم بدراسة المدرسة الأدبية بعد استخلاص أهم ملامحها من خلال النص، يعني الطالب يفهم يعني إيه مدرسة أدبية مدرسة ويعني. أدبية يعني مجموعة من الشعراء نعم لهم طريقة بتميزهم في شعرهم مم. بالظبط كده. طالب الثانوية العامة النهاردة لما بيشجع مثلا نادي من الأندية بنقول النادي ده مدرسة، يعني نعم ليه طريقة بتميزه نعم في لعبه عن بقية الأندية. نعم فأيضا مجموعة من الشعراء يجتمعون على صفات معينة، يعني لهم بدايات معينة، بيستخدموا ألفاظ معينة، معاني معينة، خيال معين، موسيقى معينة، خلاص أصبحوا مدرسة. يجي نعم يقول لك فلان الفلاني من الفنانين ده مدرسة، نعم يعني ليه طريقة وأسلوب معين وأسلوب بيكتب معين. بيه، يعني النهاردة مثلا إسماعيل ياسين مدرسة غير قابلة مدرسة كوميدية. للتجديد، يجي يقول لك فلان الفلاني من لعيبة الكورة ده مدرسة لوحده، نعم يعني ما حدش يقدر ان هو يعمل زي او إذا يقلد. أستاذ محسن بسط لنا الأمر تماما. المدرسة الشعرية مجموعة من الشعراء اتفقوا على أسلوب معين، طريقة معينة في كتابة الشعر. الأدب السنة دي عبارة عن كل مدرسة أدبية لديها نص، أو قامت الوزارة بوضع نص يظهر ملامح تلك المدرسة. المدرسة التي في بداية المنهج هي مدرسة الإحياء والبعث أو المدرسة الكلاسيكية، والنص الذي يمثلها هو نص غربة وحنين. أحمد شوقي كتب هذا النص، عاش فترة بعيدا عن وطن مصر، نفي إلى الأندلس، عودته الغربة والحنين وهو بعيدا عن الوطن، فتأثر بذلك فكتب هذا النص وعارض في هذه القصيدة البحتري. أستاذ محسن قبل ما نبدأ برضو، ما المقصود بالمعارضة الشعرية؟ ولماذا كان تفوق أحمد شوقي على البحتري؟ أنا عايز الطالب ما يفهمش كلمة معارضة يا أستاذ صلاح على أنه
بيقف ضده. انا نعم. بعارضك يعني بقف ضدك؟ لا، اول ما اسمع ممكن افتكر كده. لا لا، معارضه شعريه معناها ان ياتي الشاعر بقصيده على نمط قصيده لشاعر اخر، هذا الشاعر الاخر يتفق معه الشاعر في الوزن، القافيه، بعض الالفاظ، بعض المعاني، بعض الاخيله. نعم. يعني قبل أن نستكمل أستاذ تفضل. محسن، عشان معانا تليفون ومستني على التليفون. أيوة، ألو. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك سيف الدين من القاهرة. إزيك يا سيف؟ أهلا وسهلا. أهلا حاجة يا فندم. إزيك يا أستاذ صلاح؟ أهلا بيك يا سيف، أهلا يا حبيبي. أستاذ، الحصة بتاعت النهاردة حصة نصوص ولا ممكن أسأل سؤال في النحو؟ اتفضل يا حبيبي. إحنا هي سؤال نصوص بس أنت تسأل اللي أنت عايزه يا حبيبي. اتفضل. الله يخليك، تسلم. هو بيقولوا الأفعال الخمسة. نعم. هي ألف الاثنين واو الجماعة ويا المخطبة. ليه سميت خمسة؟ ليه سميت خمسة؟ طيب حاضر. طيب حاجة تانية؟ حاضر. الله يخليك، تسلم، شكرا. العفو. اتفضل يا أستاذ محسن. ده اسمه إيه يا أستاذ صلاح؟ اسمه سيف. سيف. يعني اتبعنا من خلال التلفاز يا سيف. إحنا بنقول الأفعال الخمسة يا أستاذ صلاح هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني أنا عندي يذهب زي ما بيظهر قدامنا على الشاشة الوقت. أنا جايبها مع ألف الاثنين، ألف الاثنين، بتظهر بصورتين يا أستاذ صلاح. مرة بالياء بقول يذهبان، ده غائب، هما يذهبان. لما يكونوا الاثنين قدام المخاطب هقول لهم أنتما تذهبان. إذن ألف الاثنين في اثنين، مخاطب وغائب. طيب عندي واو الجماعة برضو اتنين، برضو هتظهر اتنين. هقول يذهبون لما يكون غائب، اقول هم يذهبون. ولما يكون مخاطب قدامي هقول انتم تذهبون. اذا برضو واو الجماعة جت بكم صورة يا استاذ صلاح؟ اتنين بصورتين. لكن ياء المخاطبة بتيجي بصورة واحدة، لان المخاطبة انا بقول لها انت، يبقى انت ايه؟ تذهبين. يبقى هما أفعال خمسة. نعم. الفعل المضارع مع ألف الاثنين يظهر بصورتين، مرة للغائب ومرة للمخاطب. واو الجماعة يظهر بصورتين، مرة للغائب ومرة للمخاطب. أما ياء المخاطبة من الاسم يا أستاذ صلاح، هي مخاطبة فقط. يبقى أنا هبقول لها قدامي يا فاطمة أنت تذهبين. نعم، جميل. تفضل أستاذ صلاح. جميل. طيب نستكمل ما بدأناه في النص. نعم. إذن المعارضة الشعرية كما كان يقول أستاذ محسن هي ليس المعارضة في الرأي. نعم. أو ليس الاختلاف ضد أو الاختلاف، وإنما هي فضل أن يأتي الشاعر بقصيدة على نمط قصيدة لشاعر آخر فيتفق معه في الوزن، القافية، بعض الألفاظ، بعض المعاني، بعض الأخيلة. أنا عايز الطالب هيعد معايا خمسة، هيتفق الشاعر مع الشاعر التاني اللي جه قبل منه. أديب. يعني أمير الأديب. الشعراء أحمد شوقي بيتفق مع البحتوري في بعض الألفاظ، في الوزن الأول، القافية، بعض الألفاظ، بعض المعاني، بعض الأخيلة. إحنا بنقول أمير الشعراء أحمد شوقي والبحتوري كلاهما أحس بمرارة الألم. نعم. طيب البحتوري تألم من إيه؟ من ضياع إيوان كسرى. نعم. والاتنين عندهم جودة التصوير وروعة الخيال. نعم. يبقى أنا عندي إحساس بمرارة الألم، جودة التصوير، روعة خيال، وكمان الصينية اللي هي اللي وزن القافية. لكن التفوق ليه كان لأمير الشعراء؟ نعم. لأن أمير الشعراء تذكر، الذكرى للصبا. تمام. وأمير الشعراء أحمد شوقي أتى بالحكمة التي تدل على الفكر والتأمل، براعة استهلال. الحاجة الثانية مزج التجربة الخاصة بالعامة، زائد أن يضاف إلى ذلك أن البحتوري استجدى، يعني طلب عطاء الكرماء. نعم. لكن أحمد شوقي أعلن حبه للوطن، وحب الوطن أفضل من العطاء أو طلب العطاء من الكرماء. تمام. معنا تليفون. نعم. ألو. 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 أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محسن؟ أهلا بيك.
صلاح. ازيك يا ايمان؟ هو انا معايا سؤال في البلاغه. امور يا ايمان. هو الجنس الناقص يتحدد بالحرف الاخير ولا الحرف الاخير لا يعتبر جنس ناقص مثلا، لانه يعني ده يعني يعتمد على الاعراب. لا مش فاهم السؤال يا شيخ. الجناس الجناس الناقص هو يعتبر، يعني انا هقول جمله فهي تعتبر جناس ناقص او جناس تام. سرت في سرت. ايه؟ سرت في سرت. سرت في سرت، تقصد المدينه بتاع ليبيا؟ طب دي جناس مالها؟ يعتبر جناس تام او جناس ناقص، يعني لانه الحرف الاخير في سرت الثانيه يعتبر ساكن. سرتو في سرت، ده جناس تام. الاخير ساكن والاول يعني عليه ضمه لانه ليه تاء الفاعل. لا لا بس تام تام، يا يبقى ده تام لان دي نفس الحروف. هو بصي، الجناس الناقص ان يبقى في تشكيل وفي عدد وفي مختلف نوع الحرف وترتيب الحرف، انما ده هي ممكن تنطق سرتو سرت في سرت يعني انتهى. انما لو انت خدتيها بالنطق اللي هي تاء الفاعل فده دي نطقت بالضم ودي نطقت في سرت بالكسر او بالفتح لانها هتبقى ممنوعه من الصرف، تبقى ممكن تبقى جناس ناقص. تاكيدا لكلام الاستاذ صلاح يا ايمان، انا عايزك تسمعي الجمله دي. صليت المغرب في المغرب. المغرب الاولانيه بعربها ايه؟ مفعول به. صليت المغرب في المغرب. المغرب الثانيه انا بعربها اسم مجرور فيه. تمام، لكن الحروف هي الحروف، لكن لما يكون جناس ناقص هيبقى مختلف في ايه؟ يا نوع الحرف، يا عدد الحرف، يا ترتيب الحرف، يا التشكيل. هيئه الحرف. هي قصدها تشكيل، هو ممكن يكون تشكيل بس مش التشكيل الاعرابي يا ايمان. انت فاهمه؟ يعني اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. دي هنا ده جناس ناقص، لان التشكيل هنا اختلف، بس مش تشكيل اعرابي اللي هو النهايه. الخاء مفتوحه والخاء الثانيه مضموم. انت فاهمه ان بس الحرف الاخير ده تشكيل اعرابي ماليش دعوه ببنيه الكلمه. ده حسب الموقع يا ايمان. تمام؟ عندك اسئله ثانيه؟ ايوه، هو لما احنا نحدد دلاله الالفاظ يعني مثلا في الشعر ده يعتمد على معناها في الجمله او معناها العام؟ يعني زي مثلا في نفس القصيده نفسي مرجل، فهي مرجل دي لانه تبقى تهويل او تعظيم. طيب ما تخلينا نمشي واحده واحده عشان تتابعينا، ما تاخديش من البيت ال 11. استني شويه، انا هقول لحضرتك الاسئله اللي انا حابه اسال عنيها وممكن حضرتك تجيبها بعدين. طيب احنا ماشيين فيها حولها. نفسي مرجل، انت بتقولي ايه ايمان كده؟ ايه الاختيارات؟ مرجل بتوحي يعني بايه؟ بتدل على ايه الدلاله؟ تهويل او تعظيم. تعظيم ايه؟ او تهويل. تهويل ولا تعظيم؟ تعظيم ولا تهويل؟ ها ايه تاني يا ايمان؟ والمؤسي هل اضافت جديدا للمعنى ام لا؟ الزمان المؤسي. ماشي. هل اضافت؟ وصورت وتصورات. جناس ناقص. مالهم؟ صورت وتصورات مالهم؟ في اسئله. السؤال في صورت وتصورات ايه هو؟ في جناس ناقص او لا؟ طيب تمام. ها كنت عايز اعرف مرادف كلمه بخيل تنفع شحيح؟ مرادف بخيل شحيح. ها دي فين؟ في سؤال في النحو. فين طيب بس بخيل دي فين؟ هل البيت مفتوحة أبواب؟ إيمان إيمان، ما واحدة أبوك واحدة. ما أبوك بخيل في النص، ما له ملاعب في النص في البيت الثامن. ماشي. ها تمام. النحو بقى، هل البيت مفتوحة أبوابه؟ هي البيت اعتمدت على مبتدأ ولا على استفهام؟ على استفهام. يعني هو لا قصدي اللي هي تقصدي مفتوحة. مفتوحة ايوه، اسم مفعول اعتمد على المبتدأ ولا على الاستفهام؟ عامل ليه يعني هو؟ هو عامل ليه؟ طب هو قبل منه ايه؟ البيت. البيت. طب والبيت ده عربها ايه؟ مبتدأ. مبتدأ. يبقى هو اللي جه قبل منه ايه؟ المبتدأ. مبتدأ، يبقى اعتمد على مبتدأ ولذلك رفع نائب الفاعل اللي هو أبوابه. وهنقول لك الكلام ده في الوحدة الثانية يا إيمان. أنت مستعجلة قوي يا إيمان، بس لازم تتابعينا برضه. ما أنا متابعة حضراتكم، بس يعني أنا قصدي إنه ممكن حضراتكم توضحوا الحاجات دي. حالاً حالاً يعني حالاً. الجزء اللي في الأول أبيات دي هنقولها حالاً. ليك سؤال تاني؟ ما كذوب الناس محبوب. ما إيه؟ كذوب
كذوب الناس محبوب. ما كذوب للناس الناس فهي محبوب. كذوب بيها اللي احنا كنا دايما نقول سد الفاعل ما سد الخبر في حالة النفي. دي صيغة مبالغة عاملة. نعم. سد الفاعل ما سد الخبر في حالة النفي، لكن احنا عندنا هنا محبوب، فممكن تعرب خبر او تعرب نعت. طيب، هي قصدها اللي هو ان لما يبقى اسم الفاعل او صيغه المبالغه عامله، فلو هو لا، اللي انا هعربه فاعل يا ايمان الناس. اللي انا هعربه فاعل، خدت بالك؟ الناس. ما كذوب الناس. انت لو نونت هنا، لو نونت هنا يبقى هتقولي كذوب الناس، يبقى الناس مفعول. هو كذوب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تمام. فهل فاعل سد ما سد الخبر ولا محبوب هي الخبر؟ لا، اصل فاعل سد ما سد الخبر اما يكون ظاهر يا ايمان، اما يكون ظاهر. يعني ما اقول لك مثلا ايه، هل متخلق احمد بالخلق القويم؟ متخلق ده اسم فاعل، اكتبها لك كده، خليك معايا. هل افهم اخوك الدرس يا يعني. متخلق أحمد بالخلق القوي، فين اسم الفاعل؟ متخلق. طب ده اعتمد على ايه؟ على استفهام. اعتمد على استفهام. يبقى انا هعربه ايه؟ مبتدأ. يبقى أحمد هنا خبر ولا فاعل؟ سد ما سد. ولا اقول عليه فاعل سد ما سد الخبر؟ خبر ولا فاعل. فاعل ولا فاعل سد ما سد الخبر؟ فاعل سد ما سد الخبر. ده بقول فاعل او نائب فاعل سد ما سد الخبر مع الاستفهام ومع النفي. لكن اما يسبق بمبتدا او موصوف لا. هي بتقول لك الكلام ده في الوحده الثانيه، هي بتقول لك على اللي جايباها ان هو عشان سبق بنفي. لا بس مش الظاهر. ما اقولش لما اقول عليه سد ما. والخبر موجود كمان. الخبر موجود، موجود ليه كلمه محبوب. نعم. طيب، عندك اسئله ثانيه يا ايمان؟ إيمان. أيوة أستاذ. عندك أسئلة تانية؟ واحد بس. نعم؟ واحد بس. اتفضلي بسرعة بس. يسعدني فهم فاطمة الشرح. يسعدني فهم فاطمة شرحة. فاطمة إيه؟ يسعدني فهم فاطمة الشرحة. قائمة الشرح؟ ماشي. ها هو فهم ده مصدر عامل. ما هو انت مش عليك المصدر العامل، هو مصدر عامل وقائمه مفعول به، بس مش عليك المصدر العامل، مش مقرر عليك. ملغي. بس انت عايزه تعرف هو مصدر عامل ولا لا، هات المكان انا المضارع. يعني هو فاطمه دي تعرب يعني مضاف اليه ولا تعرب فاعل؟ ما انا هقول لك على حاجه، انت ما تدخليش نفسك يا بنت في متاهه درس ملغى. هو اعمال المصادر اتلغى. مين اللي فاهم؟ فاطمه. تمام. فانا هقول عليها ايه؟ فهم فاطمة دي فاعل لمين؟ للمصدر، فاعل للمصدر، ودرس المصدر ملغى. يعني طبعًا. أنا مش عايز أدخل يعني اللي بيسمعونا من طلاب الثانوية العامة في متاهة درس ملغى يا إيمان. تمام يا إيمان. طيب أستاذ، إعراب فاطمة هي دي مضاف إليه مجرور بالفتحة ولا هي فاعل؟ لا، أنت هتقولي على إيه؟ على المقرر عليكي هنا هتبقى مضاف اليه مجرور بالفتحه لانه ممنوع الصرف، جر الفتحه لانه ممنوع من الصرف، علم على مؤنث. أيوة. زائد على ثلاثه احرف. تمام. خلاص يا امان. شكرا. العفو. العفو يا امان. نبدا بقى في النص بتاعنا يا استاذ محسن ان شاء الله. احنا خدنا جزء كبير طبعا. الادب وطني يا استاذ صلاح. الشعر الوطني وطني. الغرض من الشعر الوطني، وطبعا يعني موضوع الشعر غربه وحنين لاحمد شوقي. تمام. قبل أن نبدأ في النص مباشرة الطلاب الأعزاء، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فإلى أن نعود انتظرونا فلدينا الكثير. We'll be right back.
الخلد عنه، ما زعتني إليه في الخلد نفسي. هذه اللغة الرصينة التي تملأ ألفاظها الفم ولا تنبو عنها الأذن ولا يضيق بها الذوق. سألتك يا صخرة الملتقى، متى يجمع الدهر ما فرق؟ ولن تفض الصخور ولا الليل يحوشك يمور. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء. قبل أن نبدأ في النص لدينا اتصال تليفوني معنا. داليا، السلام عليكم. داليا، ألو. عليكم. أيوة أيوة داليا. أنا اسمي نادية مش داليا. إزيك يا نادية؟ الحمد لله كويسة. أمور يا نادية؟ عاوز أعرف بعد إذن حضرتك الجنس الناقص من الجنس التاني. طيب حاضر. حاجة تانية يا نادية؟ وحضرتك ممكن تديني مثال؟ أمثلة. ماشي طبعا، حاضر. شكرا. حاجة تاني؟ طيب شكرا. الجناس هو كلمتان متفقتان في الحروف مختلفتان في المعنى، ده التام. لما أقول مثلا صليت المغرب في المغرب زي ما أستاذ محسن لسه بيقول، يقيني بالله يقيني، يقيني الأولانية يعني إيماني بالله، يقيني التانية يحميني، يحميني أو يحفظني. إذن ده جناس تام، كلمتان متشابهتان تماما. أما إذا اختلف أو اختلفت الكلمتان في التشكيل أو في الترتيب أو في حروف أو في العدد، يبقى ده اسمه جناس ناقص. أقول مثلا اختلاف الليل والنهار ينسي، اذكر لي الصبا وأيام أنسي، ينسي وأنسي ده جناس ناقص، حرف اختلف. أجي أقول مثلا يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، عبرة وعبرة، عبرة بفتح العين وعبرة بكسر العين، يبقى ده جناس ناقص لأن اختلف في التشكيل. لما أجي أقول مثلا كلمة صالح ومصالح، ده هي نفس الكلمات بس اختلاف في العدد. أما الترتيب كلمة مثلا صحائف وصفائح، هي نفس الحروف ولكن اختلف ترتيب الحروف. أو عورات وروعات. نعم، ده اسمه جناس ناقص. أما والجناس لابد أن يكون الكلمتان مختلفتين في المعنى. نعم. ويعطي جرسا موسيقيا يثير الذهن. أستاذ محسن، عايزين ندخل في النص مباشرة. اختلاف النهار والليل ينسي، إذ كرى للصبا وأيام أنسي. اختلاف النهار والليل، تفضل. معلش أستاذ محسن، معانا سامية من الجيزة. السلام عليكم يا سامية. وعليكم السلام، ازي حضراتكم؟ ازيك يا سامية، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. أنا عندي سؤالين أدب. اتفضلي يا سامية. الأول، غلبة الجانب البياني عند أحيانا عند الأحيائيين. نعلل؟ على المعنى الشعري. ماشي. الثاني، اهتم تلاميذ البارودي بالناحية البيانية ولم يصروا على المحاكاة فحسب. اهتم تلاميذ البارودي، تلاميذ البارودي، البارودي بالناحية البيانية، بالناحية البيانية ولم يصروا على المحاكاة فحسب. وضح ذلك. معلش عايزه افرق بين اولي واولى في الممنوع من الصرف والاسم المبدول، الاسم المكسور.
هي قولي ولا ممنوعة من الصرف ولا اسم مكسور. قولي ده ملحق بجمع المذكر السالم. قصدي معلش ملحق بجمع المذكر السالم، انا اسفه معلش. تمام طيب حاضر ماشي شكرا لحضرتك. طيب هتتابعنا كده من خلال الايه، من خلال العرض؟ طبعا هتتابعينا طبعا في في الادب، ولكن سريعا انا اقول لك ان قولي واولى، اولى ده اسم مكسور لانه اسم اخره الف لينه، اما قولي لازم مفتوح ما قبلها. نعم قولي هي من ملحقات جمع المذكر سالم، قولوا بنون اهلون سنون عالمون الفاظ العقود ذو، ولكن قولي تبقى منصوبه في حاله النصب والجر، وهي دائما ما تحذف منها الياء لان ما ياتي بعدها مضاف اليه. بس تفضل يا محسن. اختلاف النهار والليل ينسي، اختلاف النهار والليل يعني تعاقب الليل والنهار او تتابع الليل والنهار، والاختلاف اجمل من الخلاف واجمل من الانقضاء. نعم هو البيت الاول يا محسن تفضل حضرتك لو مثلا ايه تقول لنا المعاني بتاعه البيت الاول. هو البيت الاول اختلاف النهار والليل ينسي، التتابع الذكرى لي الصبا وايام انسي، اختلاف النهار كده. والليل تفضل. اي تتابع الليل والنهار. تمام تتابع، تتابع ومرور او تعاقب. تمام جمع النهار ايه اصل محسن؟ يجمع النهار على انهر ونهر، والليل يجمع على ليالي وواحده ليله. تمام. ينسي يعني لا يذكر. جميل. وطبعا الصبا يعني ايه اصل محسن؟ اذكرى يعني حدثاني عن. ماشي. والمضاد اكتمى عني واخفي يعني او اخفي. الصبا يعني حداثة السن ومضادها، وطبعا المضاد الشيخوخة وتجمع على صبوات. وأيام الأنس يعني أيام السعادة والبهجة، وطبعا الأنس ضده الوحشة. نعم. إذن ماذا أراد الشاعر أن يقول أستاذ صلاح؟ نعم يبدأ الشاعر الأبيات هنا بحكمة قائلا أن مرور الأيام وتعاقب الليالي تجعل الإنسان ينسى. احنا قلنا مع بعض أن أحمد شوقي قاعد فين؟ في الأندلس، قاعد يتمنى أن يعود إلى الوطن، فيقول أن مرور الأيام وتعاقب الليالي تجعل الإنسان ينسى. الشاعر مش عايز ينسى، فيطلب الشاعر من صاحبيه أن يذكراه بأيام الصبا وأيام الشباب. أنا مش عايز أنسى، فلو سمحتم ذكروني بأيام الصبا وأيام الشباب. هو الشاعر يتخيل أن أمامه شخصين وهميين يتحدث إليهم، وهي عادة من عادات القدماء، فيقول لهما ذكراني بأيام الصبا التي لا أريد أن أنساها. نعم. نعم. الاختلاف أجمل من الانقضاء كما نعم. جاء في بعض امتحانات الثانوية. أيهما نعم. أجمل ولماذا؟ نعم. اختلاف النهار والليل يعني تتابع النهار والليل أجمل ليه؟ لأن التتابع بيؤدي إلى استمرار حركة الحياة في الكون. نعم. أما الانقضاء فيؤدي إلى الزوال، والشاعر هنا لا يريد الزوال وإنما يريد استمرار حركة الحياة، لأن استمرار حركة الحياة يؤدي إلى نسيان الهموم والآلام والأحزان. وهنا براعة استهلال وحسن مطلع أستاذ صلاح. نعم تفضل. لأنه بدأ الأبيات بحكمة. تمام. لما أنا أول مثلا أقوم بالخطابة، فحينما أصعد إلى المنبر أول ما أقول أو أول ما أتحدث أتحدث بحكمة، هي براعة استهلال، براعة بداية، دخل في الموضوع على طول. استطعت أن أقوم بشد ذهن المستمع إلي، لأنني جئت بفكرة أو جئت بحكمة تدخل من خلالها في لب الموضوع. هذا ما فعله أحمد شوقي، بدأ الأبيات بحكمة فيما يسمى ببراعة استهلال، وكلمة استهلال يعني براعة بداية، قائلا أن مرور الأيام وتعاقب الليالي تجعل الإنسان ينسى، ويطلب الشاعر من صاحبيه أن يذكراه بأيام الصبا وأيام الشباب. كل الناس بتنسى يا أستاذ صلاح مع مرور الأيام وتتابع الأيام، اللحظات المرة اللي مرت عليه. نعم. ولكن احنا عايزين نقول، هل أحمد شوقي نسي مرارة البعد عن الوطن؟ نعم. لم ينسى. ولذلك طلب من صاحبه، ولا يريد أن ينسى، ولا يريد أن ينسى، لأنه تعمق حب الوطن في قلبه. وهذا رد على من أنكر عليه وطنيته، فيقول إن كان كل الناس ينسون بفعل مرور الأيام فأنا لم أنس، بدليل أنني أطلب من صاحبي
أن يذكراني باللحظات السعيدة، لحظات الصبا، لأنني عندما أتذكر لحظات من الماضي السعيد فهذا خير ما يعيد الهناء إلى الروح المتعبة. جميل. والروح متعبة طبعا وهو في منفى. بريطانيا كانت بتعكس أحمد شوقي يا أستاذ صلاح حتى في إرسال الأموال عن طريق البريد إليه، وكان مفروض عليه حراسة، يعني الناس دول كانوا عايزينه يموت داخل المكان اللي هو بيطل على ميناء برشلونة في أسبانيا. اللحظات مرة فعلا، ولكن الحكماء يقولون لحظات من الماضي السعيد يتذكرها الإنسان خير ما يعيد الهناء والسعادة إلى الروح المتعبة. ولذلك علاقة الشطر الثاني بالأول يا تعليل يا نتيجة. طب تعليل إزاي؟ اختلاف النهار والليل بينسي، لأنني أطلب من صاحبي أن يذكراني بأيام الصبا. أول نتيجة التي ترتبت على عدم نسياني أنني أطلب من صاحبي، وهي الأقرب طبعا نتيجة، لأنه لا يريد أن أن ينسى، والنتيجة أفضل فعلا. نعم. يا أستاذ طيب. صلاح أستاذ محسن تفضل. لو تحدثنا هنا عن الأساليب، حضرتك مع أستاذ محمد أبو الحسن المرة اللي فاتت قمتم بمراجعة البلاغة. نعم. البلاغة هي أساس النصوص. نعم. لا يمكن أبدا للطالب أن يقوم بحفظ هنا في صورة جمالية، هنا في محسن بديع، هنا في استعارة، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها إزاي. نعم. تمام. إذا طلب صورة جمالية، صورة خيالية، صورة بيانية، لون بياني خيال، بيبقى أو عايز صورة مفردة أو صورة جزئية، بيبقى هو صورة عايز تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل. نعم. أما الأساليب يا أستاذ محسن بيبقى قدامك يا إما الأسلوب الخبري يا إما الأسلوب الإنشائي، أو خبري لفظا إنشائي معنا، أو خبري لفظا إنشائي معنا. هنا بقى أنواع الأساليب يا أستاذ محسن. اختلاف النهار والليل ينسي. أنا عايز أقول لطالب الثانوية العامة، تعرف منين إن اختلاف النهار والليل ينسي؟ نعرف يا أستاذ محسن بعد ما ناخد مع بعض. نعم. فاتن من أسيوط. السلام عليكم يا فاتن. ازيك يا استاذ صلاح؟ ازيك يا فاتن؟ كل سنه انا متصل عشان اشكركم واقول لكم كل سنه وانتم طيب. انت استاذ محسن العربي، كل سنه وانت طيبه، ربنا يبارك فيك وبارك الله في شعب اسيوط الكرام. لانكم انتوا السنه اللي فاتت تعبتوا بصراحه تعب جامد جدا، ربنا يبارك فيكي. انت السنه دي في ثانويه عامه يا فاتن؟ لا انا خلصت. والله ربنا يبارك فيك. عملت ايه يا فاتن؟ كليه ايه ان شاء الله؟ تربيه عربي. تربيه عربي ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا فاتن. انت اتصلت بينا في مراجعه الدور الثاني مش كده؟ ايوه انا فاكرك يا فاتن. يلا هتنفسينا بقى، واخبار اللغه العربيه في كليه التربيه ايه يا فاتن؟ اسيوط. يعني اخبار اللغه العربيه معاك ايه كده؟ يعني حابه المجال؟ بصراحه احب العربي جدا. بسم الله. يعني قناه مصر التعليميه افادتك كما قلنا لك؟ افادتني كثيرا يا مستر والله. كفايه ان انت بتقولي افادتني، بتتكلمي باللغه العربيه الفصحى. نعم. بس بعد كده هتنفسينا فهزعل منك. ها ان شاء الله يا مستر. عينينا ليك يا فاتن. شكرا لك يا فاتن. نسمع صوتك ونسمع عنك خير دايما كده باذن الله يا فاتن. شكرا ليك. شكرا. انا عايز اقول للطالب، تعرف منين ان اختلاف النهار والليل ينسي اسلوب خبري بسرعه؟ اتفضل. دخل للجمله هل. لو قبلت دخول هل تبقى الجمله دي خبريه. نعم. طب لو فرضنا ان فيها هل ما تنفعش، يبقى هي انشائيه استفهام. الانشائي ده يعني ايه؟ يعني حاجه لسه هتحصل ملهاش واقع. ولذلك لما انا اسال سؤال يبقى انا لسه عايز الاجابه تنشا. لما انا امر امر لسه اللي انا بامره عايزه يجيلي عشان اقول له على حاجه معينه. والنهي والاستفهام، النهي لما بنهيه عن حاجه معينه لسه هيعملها، بتمنى حاجه لسه هتحصل، لما نادي على حد لسه هيجي له ويقول لي انت طالبني ليه. ولذلك امر، نهي، استفهام، تمني، نداء، ده انشائي. لكن الجمله اللي تقدر تدخل لها هل جمله وتجاوب عليها نعم وتجاوب عليها بنعم او لا، بتحتمل الصدق لانها جاوب عليها بنعم، تحتمل الكذب لانها جاوب عليها بلا. هل اختلاف النهار والليل ينسي؟ نعم، يبقى دي حكمة أتى بها في بداية الأبيات. لكن الشطر الثاني يا أستاذ صلاح،
اذكر للصبا وايام انسي، ده هنا انشائي امر ونوعه امر غرضه، وهنعرف الغرض بتاعه منين لما الامر يوجه من صاحب الى صاحبه. اتنين متساويين يعني، الاثنين متساويين يبقى غرضه ده التماس. نعم. لكن لو الامر صدر من العبد للخالق دعاء طبعا، يبقى دعاء. لو الامر صدر من الاستاذ صلاح لطالب الثانويه العامه نصح والارشاد، نصح وارشاد. لو الامر صدر لغير العاقل التمني، التمني تمام، مش هيحصل لانه مش هيحصل. تمام، هنشوف دلوقتي امر الغير العاقل كتير. يبقى هو كده مزج ما بين الخبري في الشطر الاول والانشائي في الشطر الثاني. هو عمل كده ليه يا استاذ صلاح؟ لانه اللي جمع ما بين الاسلوبين، الخبري في الشطر الاول والانشائي في غالبا. هو السؤال ده لو جه لماذا جمع الشعر او لماذا مزج الشعر بين الاسلوب الخبري والانشائي؟ لشد الذهن وجذب الانتباه وجعل القارئ والسامع في حاله دائمه مع الكاتب. نعم، يعني الخبري عايز يدي معلومة للعقل، والإنشائي عايز يسير الذهن والمشاعر، يعني يعمل عملية توحد مع الشاعر. طب ليه أقدم النهار على الليل يا أستاذ صلاح في قوله اختلاف النهار والليل ينسي؟ طبعا الآية القرآنية بتقول إيه؟ تبدأ بالليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية القرآنية جابت الليل الأول لأن العرب كانوا بيأرخوا لليوم من الليل، ولذلك يقول لك النهاردة أول ليلة في رمضان. يعني إيه؟ ده آخر يوم في شعبان بس أول ليلة من ليالي رمضان. يعني ده بيأرخوا البداية عندنا من الليل، من الليل. والشعر خالف، الشعر خالف ذلك وأتى بالنهار لأن النهار فيه نوع من التفاؤل. تمام، إنه والشعر متفائل بالعودة يا أستاذ صلاح. نعم، وسيعود. تمام، لأن هو يعني إيه نوع من التفاؤل إن هو بإذن الله سيعود، فبدأ بكلمة النهار. طب هو لو فقال النهار لو الطالب قال دي حكمة والحكمة تتفق مع منطق الأشياء، ومنطق الأشياء أن يوم البشر يبدأ بالنهار، ماشي يمشي. تمام، طيب. في البيت ده يا أستاذ محسن أربع محسنات بديعية، طب نشوفهم مع بعض كده. اتفضل صلاح. النهار والليل ده محسن. تمام، ده طباق. تمام، طيب. ينسي واذكره طباق. طباق، نعم. طب لما يقول لك ينسي وانسي بينهم يبقى اتنين محسن بديعي. نعم، اللي هو التصريع والجناس الناقص. نعم، والجناس الناقص شوف ينسي وانسي الاختلاف في الايه؟ في التشكيل. وبعدين تصريع بيجي في البيت الاولاني، اتفاق اخر الشطر الاول اهو مع اخر الشطر الثاني في البيت رقم واحد من القصيده، بيجيب تصريع في البيت الاولاني فقط يا استاذ صلاح. ليه؟ عشان يدي الشاعر دفعه موسيقيه. نعم، وبرضه ده من ضمن اللي تفوق فيه احمد شوقي. تمام، اتى بالتصريع في البيت الاول. نعم، ده من عوامل التفوق. اتى بالتصريع في البيت الاول ليعطي الشاعر دفعه موسيقيه، بيدي لنفسه دفعه موسيقيه، بتساعده على ايه يا استاذ صلاح؟ على مزيد من الابداع الموسيقي. نعم، في بقيه الأبيات. طب أنا عندي لون بياني في اختلاف النهار والليل ينسي. نعم، اختلاف النهار والليل استعار، شبه النهار والليل بأشخاص بتختلف. نعم، ده استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. طب واختلاف النهار والليل ينسي استعارة مكنية صور الليل والنهار، استعارة مكنية شبه ينسي. اختلاف النهار والليل بإنسان بينسي. نعم، في هنا أسلوب قصري يا أستاذ محسن عن طريق التقديم. ده لو الطالب قال لك هو موجود الاسلوب القصري ده في الشطر الاول ولا في الشطر الثاني؟ الشطر الثاني. في الشطر الثاني، يعني اذكرى للصبا الاساس فيها ايه يا استاذ صلاح؟ اذكرى الصبا لي. تمام، يعني انا عندي هنا الف الاثنين دي فاعل والصبا مفعول، يبقى هو قدم الجر والمجرور اللي هو كلمه لي على المفعول اللي هو كلمه الصبا. تقديم وتاخير ده احد اساليب القصر، غرضه توكيد المعنى وتخصيص. هو عايز يقول ايه؟ قولوا لي انا لوحدي عن ايام الصبا عشان انا المتالم الوحيد. انا المتالم الوحيد، انا الذي احتاج الى مثل هذه اللحظات السعيده لان روحي متعبه. ولذلك في يوم، في شهر، في سنه تهدى الجراح وتنام. ولكن هو احمد شوقي، احمد شوقي ولا عبد الحليم بقى؟ لا، احمد شوقي هنا الجراح بالغه عميقة. ما ينفعش تهدى. ليه؟ لأن استمرار المؤثر اللي هو بريطانيا.
واستمرار الأثر عليه. إيه الأثر ده؟ اللي هو نفيه وربطه وتشريده. يبقى ده محتاج لحظات معنوية روقانة نفس جواه. ده هتيجي منين؟ من تذكر لحظات الأيام الجميلة من الماضي السعيد. نعم. اللي هي الأيام الجميلة. هنا في البيت ده أستاذ محسن في إيجاز وفي إطناب. تمام. ودي من براعة أحمد شوق. طيب. أن يأتي في بيت واحد بإيجاز وإطناب ويتجمعان في البيت الأول. طب لما يقول لك ينسي هو بينسي مين؟ بينسي الإنسان الهموم الآلام والأحزان. يعني أنا عندي إيجاز بحذف المفعول، بحذف المفعول بينسي جراح، بينسي هموم، بينسي الزمن، بينسي الشباب. يبقى الإيجاز بحذف المفعولين للعموم. طيب أين الإطناب أستاذ صلاح؟ اذكر للصبا وأيام أنسي. صبا وأيام أنسي. آه. إطناب بعطف الخاص على العام. آه. لأن أيام الأنس جزء من الصبا. أنا الطلاب سريعا عشان الإطناب ده هما خدوه في الصف الثاني الثانوي، عايزين نراجع عليه بعد كده أستاذ محسن بالتفصيل. ولكن سريعا الإطناب في إطناب بالترادف، هو إطناب هو يعني كده أن أطول في الكلام. شوف القرآن بيقول لك حافظوا على الصلوات. آه. صلوات جمعه والصلاة الوسطى جمع، وبعد كده تنزل الملائكة والروح فيها. شوف الملائكة جمعه والروح اللي سيدنا جبريل دي حاجة خاصة. أقول لك ذاكر المواد الدراسية المقررة عليك يا ابن، وبعدين إيه؟ واللغة العربية. يبقى أنا عطفت الخاص على العام. بس هو في بقى ليه أكثر من شكل. تمام. في إطناب الترادف، أنا بجيب له الحاجة الموجودة عنده عشان يفهمها. نعم. الطالب يعني. في إطناب الترادف اللي هو مثلا التصميم، الإرادة، التحدي، ده اسمه يبقى إطناب الترادف. في إطناب وهو من أسهل يسرني يسرني. إطناب الترادف برضه ينهض يقف. نعم. في إطناب الجملة الاعتراضية بتلاقيها بين شرطتين، أسهل أنواع الإطناب لأنه بيجي ما بين شرطتين أو بين قوسين، وإذا حذف لا يؤثر في مضمون الكلام. وإطناب التفصيل بعد الإجمال. نعم. وإطناب بني الإسلام على خمس وابتدى كم. وإطناب بالتكرار، وإطناب إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، بعد الخاص أو الخاص بعد العام، أو التفصيل بعد الإجمال. طب أستاذ محسن يعني أستاذنك إن إحنا في مرة لأن الإطناب والإجازة الطلاب خدوه في آخر الترم في السنة. نعم. اللي فاتت، فعايزين نراجع عليه بالتفصيل لأنه. آه. طبعا عندهم إطناب كتير. اتفضل أستاذ محسن. بمشيئة الله. اذكر للصبا وايام انس. هو ليه عطف يا استاذ صلاح ايام الانس على الصبا؟ ايام الانس ملازمه للصبا لانها جزء منها. زي ما قلنا اطناب عطف الخاص على العام. يبقى عطف ايام الانس على الصبا لانها مرتبطه بها. يعني شديده الالتصاق. طيب اختلاف كلمة اختلاف الأجمل ولا خلاف؟ يقول لك الاختلاف أجمل. ليه؟ ويقول لك أصل الاختلاف نبع منين؟ من العقل والتفكير والرأي. واختلاف معك في الرأي مش بيدل على أن أنا بكرهك، لا يفسد للود قضية. أما الخلاف، لكن الخلاف نبع من القلب، يبقى دخل فيه الهوى بقى. نعم. دخل فيه الإيه؟ حب الذات أو المصلحة. ولذلك اختلاف حتى اللفظ قرآني يا أستاذ صلاح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. طب هو جاب لي كلمة بتدل على الألفاظ التراثية لما قال إيه؟ اذكرى. كلمة الصبا، أو هيجيب بعد كده الصبا. الصبا، الصبا وملاوي. طيب اذكرى بتناسب الصبا، علل. هيقول لي علل بعد ما ناخد البيت التاني. اذكرى تلائم الصبا، وصفة تلائم ملاوى ملاوى من شباب. طبعا الصبا فترة انتهت أيامها. واللي انتهت أيامها بتتناسى. ها؟ والحاجة اللي بتتنسى محتاجة لإيه؟ لتذكير. ومن أجل ذلك اذكرى للصبا ناسبت اذكرى كلمة الصبا، لأن فترة الصبا انتهت أيامها فنسيت. والشيء الذي ينسى يحتاج إلى تذكير، على رأي اللي كان بيقول يا أستاذ صلاح وإن كنت ناسي أفكر. أفكر. طيب إذن البيت الأول كده إحنا تناولناه. هو جاب القافية مكسورة برضو. القافية مكسورة عشان إيه؟ عشان نفس الشعر منكسرة وهو على أرض المنفى. نعم. يبقى أخذنا البيت الأول بالتفصيل. يتحدث الشاعر إلى صاحبيه، يبدأ الأبيات بحكمة فيما يسمى ببراعة استهلال، قائلا أن مرور الأيام وتعاقب الليالي تجعل الإنسان ينسى. فيطلب الشاعر من صاحبيه الوهميين أن يذكراه بأيام الصبا وأيام الشباب. ثم يقول الشاعر: وصف لي ملاوة من شباب. نعم. صورت من تصورات ومسي. نعم. عصفت كالصبا اللعوب، ومرت سنة حلوة ولذة
خلصي. صفة يعني حدد المعالم. طبعا لا زال الشاعر يتحدث إلى صديقين، يجرد من نفسه شخصين أو يتخيل أن هناك شخصين يتحدث إليهما. صفة يعني حدد المعالم. ملاوة يعني فترة زمنية. من شباب، من حرف جر يفيد البياني، هو بيبين أن الفترة دي تنتمي إلى الشباب، وشباب جمع شاب. أما شابة فتجمع على شواب، مثل كلمة دابة ودواب، وتجمع شابات أيضا. تمام، ده أنا بقول جمع التكسير. صورت يعني صيغت وصنعت. تصورت يعني تخيلات. وطبعا المراد من التصورات اللي هو طموح فترة الشباب. المس معناه الجنون، الاندفاع، الجنون، الطيش، مقصود به هنا طيش الشباب. ويذهب البعض فيها إلى أن المقصود به الجمال، من منطلق أن المراد من كلمة مس اندفاع فترة الشباب. نعم. عند الشرح يتبين المعنى. فماذا أراد الشاعر أن يقول في هذا البيت أستاذ صلاح؟ يستكمل الشاعر ما بدأه ويستكمل حديثه إلى صديقيه الوهميين، فيقول لهما: وصف لي تلك الفترة العطرة الجميلة من الشباب التي قضيتها في مصر بما فيها من تخيلات وجنون وطيش الشباب. نعم. صف لي كل فترة الشباب بما فيها من البعد عن المسؤولية واللعب واللهو والبعد عن كل ما هو يشغل الإنسان، بيعكر الصفو يعني. جنون وطيش واندفاع الشباب. صف لي ملاوة، أسلوب إنشائي يا أستاذ صلاح. نعم. أمر للتماس. وطبعا الغرض للتماس. البعض يقول لك مع الالتماس التمني، بس اكتب الأساس للالتماس، ده موجودة في كتاب الوزارة. نعم. وطبعا النموذج الإجابة، بس جات في اختيارات التماس وتمني مع بعض، وانت هتختار الالتماس زي ما حضرتك. أنا أختار الالتماس. نعم. ولكن أنا مش مختلف مع كلمة تمني أبدا. نعم. برضو ليه؟ أصل ما معاش حد يخطبه. هو بيتمنى ان يبقى معاه حد، بيتخيل. ولذلك انا عايز تعديل في الحته دي. نعم. اقول التماس وتمني الاثنين مع بعض، ابدا بالالتماس واقول انا معاك. انا معاك، وهي مكتوبه كده في كتاب الوزاره فعلا، بس هي لو جت في اختيارات، لانها جت في سنه من السنين. تمام. يختار الالتماس. نعم. صفه اسلوب انشائي، نوعه امر، غرضه الالتماس والتمني. كلمه ملاوه نكرت للعموم والتعظيم. نعم. من شباب، صفة لي ملاوة من شباب، صورت. طيب هي فترة الشباب بتصور يا أستاذ صلاح، ولا احنا كده قدام لون بياني؟ طبعا احنا كده قدام لون بياني. نعم. اللي هو شبه فترة الشباب بأنها لوحة صورت. فترة الشباب دي معنوية واللوحة مادية، يبقى سر الجمال التجسيد. طب هو احيانا يقول لي طب واذكر القيمه الفنيه اللي هي الاثر في المعنى، الإيحاء. اللي هي الايحاء. نعم. هقول صورت، الصوره بتبقى جميله. صوره صوره صوره، كلنا كده عايزين صوره، يبقى حاجه جميله. ها، يبقى ده بيحمل الجمال. الله ينور عليك. صورت. طب هو صور الفنان فتره الشباب، اعتمد في تصويره على ايه؟ يقول لك من حرف جر يفيد الاعتماد، ما يسمع حروف المعاني. اعتمد على التصورات يعني التخيلات، والمس اللي هو في التحليل الأخير يؤدي إلى الجمال في بعض المعاني. يبقى شبه التصورات والمس بأنهم مواد خام اعتمد عليهم. فين كلمة اعتمد؟ اعتمد جاي من كلمة من. اعتمد عليهم الفنان في صناعة لوحة عن فترة الشباب. شبه التصورات والمس دي أمور معنوية، بأنها مواد خام دي مادية، يبقى سر الجمال التجسيم، ودي بتوحي بعظمة هذه الفترة. طب أنا قدام محسن بديعي كده يا أستاذ صلاح، سألت عليه تلميذة كانت معانا لسه متصلة، صورت وتصورات بينهما جناس ناقص. هي سألت هما بينهم جناس ناقص ولا، وربما اختلف عليها الأمر، تصورت أو تخيلت أن صورت وتصورات بمعنى واحد. صورت الأولى يعني صيغت، وتصورات يعني تخيلات، إذن بينهما جناس ناقص يعطي جرسا موسيقى. يبقى كده احنا جاوبنا على السؤال بتاعها. نعم. زي ما حضرتك قلت لها من خلال النص. نعم. صورت من تصورات ومس. كلمة مس يا أستاذ محسن، إيه الجمال فيها؟ الجمال في أن هو ذكرها في الموضع بتاعها، الترتيب بتاعها، بمعنى إيه؟ جت بعد كلمة تصورات. ليه؟ يقولك الفنان لما بيبقى عنده تخيلات في اللوحة،
اللوحة في النهاية تؤدي إلى الإيه؟ إلى الجمال. ولذلك أنا مع كلمة مس على أنها تعني الجمال، لأن الجمال مترتب على التصورات، على الخيال، فهي دقيقة في موضعها. نعم، هل ولكن هناك كثير من الكتب كلمة مس هنا تعتبر استعارة تصريحية من الجماليات، حيث شبه أيضا فترة الشباب التي قضاها بالجنون أو التيش، وهي زي ما هو لو قال اندفاع. هي مصدر الاندفاع. الاندفاع بتاع فترة الشباب بأنها مس، من الممكن أن تكون استعارة تصريحية، لأن ودايما حضرتك تقول بتجي في كلمة واحدة. نعم نعم. طيب وممكن تصورات، أقول لك شبه طموح الشباب بالتصورات. نعم نعم، استعارة تصريحية، وللطالب أن يجيب ويعلل. صفة لي ملاوة يا أستاذ محسن، ما نوع الأسلوب؟ فصفة لي ملاوة، قلنا ده أسلوب إنشائي. تمام، وأسلوب قصر، قصر أيضا. ليه؟ لأن أقدم الإيه؟ الجر والمجرور على المفعول، لأن الفاعل ألف الاثنين والمفعول كلمة ملاوة، يبقى أسلوب قصر بالتقديم والتأخير، غرضه توكيد المعنى وتخصيصه. كان بيقول لصاحبيه إيه يا أستاذ صلاح؟ اوصفوا لي أنا لوحدي، لأن أنا لوحدي اللي محتاج أستريح. صفة ولما أستريح أنا هيبقى يعني فيه عطاء وإبداع داخل أرض المنفى. فطبعا هو طلب من صاحبيه أن يذكره. نعم. طب ليه بعد اذكر الصفة؟ هو أصحابه على فرض أن هم موجودين، هيقدروا يفتكروا حاجة عن صباهم؟ لا. ليه؟ فترة الصبا بعيدة. بعيدة. ولذلك اللي احنا بنفتكره عن مرحلة الصبا يا أستاذ صلاح بسيط، حاجات بسيطة جدا. طيب ليه؟ لأن نضج العقل والمدركات ما بيبقاش قوي في لحظات الصبا. وحضرتك بتجاوب هنا بس، يعني السؤال يجي ازاي؟ سؤال، لماذا قال الشاعر صفة مع ملاوة من شباب، ملاوة والكرة مع الشباب؟ تمام. لكن أنا عايز يعني هو ليه، يعني السؤال محدد، ليه بعد اذكرة الصفة؟ لأن اذكرة لقاها مش هتنفع معاه. ليه؟ هو عايز يستريح، الهدف بتاعه أنا عايز أحدده، عايز وصف عايز يستريح، عايز يستريح نفسيا. الراحة النفسية مش هتيجي إلا من خلال تذكر لحظات من الماضي السعيد. الماضي السعيد ده مش هيقدر يتذكره منين؟ من الصبا. يبقى هجيبه من الشباب بقى، لأن فيه نضج عقل ومدركات، يبقى هيقدر أصحابه أن يفكروه بأيام الشباب اللي كانت لهم معاه، لأن أحمد شوقي كان من يعني الصفوة الموجودة داخل القصر، مصاحب اللي زيه. ها، عايز يقول لأصحابه فكروني بالأيام الحلوة، أوصفوا لي الأيام الحلوة اللي كانت لنا على أرض مصر في مرحلة الشباب، لأن فيها نضج عقل ومدركات هيقدروا يوصفوا له. يبقى ممكن يستريح لما يسمع الكلام الحلو الجميل اللي كان في مرحلة الشباب. تمام. صفة لي ملاوة من شباب، يعني أنا أستاذ محسن لو الطالب هيكتب هيقول مثلا ليه قال اذكرة مع الشباب وصفة مع ملاوة، لأن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لأن الشباب فترة بعيدة، فتذكير بالجزيئات والتفصيلات اللي فيه أمر صعب، أما الشباب فهو قريب، فهو يطلب من صاحبيه أن يذكراه بكل التفاصيل، ويقوم بوصف كل أجزاء تلك الفترة الجميلة من الشباب. نعم. لأنها فترة قريبة، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، حتى يشعر بالراحة النفسية. نعم. لكل نعم. جزيئات. تفضل البيت التالي بأز محسن. عصفت كالصبا اللعوب، ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. عصفت يعني مرت مسرعة وأسرع، وكأنها العاصفة. نعم. وطبعا المضاد هدأت. الصبا ريح رقيقة تأتي من جهة الشرق، والمضاد الريح الشديدة اللي هي الدبور. اللعوب يعني رشيقة الحركة، وتجمع على لعائب، ومرت يعني انقضت. سنة اللي هي أول النوم اللي هو النعاس، وبتبقى فترتها طبعا فترة قصيرة اللي هي الإغفاء. حلوة يعني لها طعم حلو، ولذة يعني متعة. خلس يعني تختلس، تختلس يعني تؤخذ خفية كما تفضلتم. إذن أراد الشاعر هنا أن يقول أستاذ صلاح في هذا البيت، وطبعا الصبا هي نوع من الرياح الرشيقة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وجمعها أصباء وصباوات، وتكشف يكشف المعجم عنها في صبوة، وكلمة اللعوب جمعها لعائب وهي الرشيقة، وسنة الغفلة ويكشف عنها في المعجم في وسنة. وسنة يقول الشاعر، الشاعر يريد أن يحدد أو يقول أن فترة الشباب مرت سريعة. نعم. دون أن يستمتع بها. نعم.
فيقول إنها مرت بسرعة، فيقوم بوصفها وتشبيهها بثلاثة أشياء. هي مرت وكأنها نوع من الرياح الرشيقة الخفيفة، نعم، دون أن أستمتع بها، ومرت وكأنها غفلة سريعة من النوم، إخفاء سريع وليست نومة، وحنعرف دلوقتي غفلة أفضل من نوم. إذن فترة الشباب مرت وكأنها نوع من الرياح الرشيقة، وكأنها غفلة سريعة من النوم، وكأنها لذة تؤخذ في الخفاء بسرعة ولم أستطع أن أستمتع بها. لذا وصف الشاعر لماذا أتى بتلك الأشياء الثلاثة فقط، لأن تلك الأشياء تمر بسرعة، رياح رشيقة، إخفاء من النوم، لذة تؤخذ في الإيه؟ في الخفاء. هذا يتحدث الشاعر عن فترة الشباب التي مرت به في مصر. تمام. نعم. عصفت، ويتحدث عن فترة الشباب. صفة لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومس، ده طلب. التعليل بتاعه لأنها مرت سريعة، يعني هذا البيت اللي هو عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلص، علاقته بما قبله تعليل. ولكن بداية أستاذ صلاح، رأي نقدي في كلمة عصفت، أنت معها أم ضدها ولماذا؟ أنا مع النقاد، بعضهم قالوا أنها خطأ، فقال أن كلمة عصفت توحي بالشدة والقوة، وهي لا تتلائم مع الصبا، لأن الصبا نوع من الرياح الخفيفة. هم قالوا تتلائم مع فترة الشباب، بس ما بتتلائمش مع المشبه، نعم، اللي هو الصبا اللعوب. ولكن ماشي، كلامهم صح. ولكن بعض النقاد رد زي ما حضرتك بتقول كده، قال إنها تتلائم مع فترة الإيه؟ الشباب. الشباب. قبل أن نستكمل أستاذ محسن، معانا ناهد من الجيزة. ناهد. ألو. السلام عليكم يا ناهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ناهد؟ ازي حضراتكم؟ ازيك أنت، عاملة إيه؟ الحمد لله. المدرسة يوم السبت يا ناهد، شد حيلك بقى يلا. سامعك يا ناهد. هو في سؤال بس ده هيجي بعدين في القصيدة، بس أنا عايزة يعني بقوله عشان حضرتك تشرحه لي. حاضر، قول يا ناهد. هو هنا عندنا كلمة ظمأ، هي دي نكرة للتهويل ولا دي نكرة للتعظيم؟ وهي ظمأ للسوادي من عين الشمس. هو اتسأل قبل كده إن مرجل دي للتهويل أو للتعظيم، فإحنا بنستخدمها زي ما قالت يعني على حسب معناها في الجملة ولا على حسب معناها العام؟ لا، في الجملة طبعا، في الجملة طبعا وفي النص طبعا. يعني هنا ظمأ هتبقى للتعظيم. ظمأ للسوادي من عين الشمس. لا تستنينا ولما اجي للبيت. انت سامعاني ولا لا؟ التعظيم ولا التهويل وتعرفيها ازاي؟ لما اجي للبيت هقولها لك بالتفصيل. تمام. ماشي يا ناهد، استكمل. عصفت كالصبا ايه يا ابن، انقطع الاتصال. عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلص. البيت ده مهم جدا عشان بيجاوب على سؤال نادية من القاهرة، غالبت الجانب البياني على الإحيائيين على المعنى الشعري، وليه تلاميذ البارودي اهتموا بالناحية البيانية ولم يصروا على المحاكاة. نعم، لأن البيت مليان صور بيانية. تمام. مليان طبعا، وهم بيلجأوا للناحية البيانية. ليه يا أستاذ صلاح؟ اللي هم شعراء الإحياء والبعث. احنا هناخد المدرسة بالتفصيل، ولكن مدرسة الإحياء والبعث ماله إلى الجانب البياني. نعم. على حساب المضمون والفكرة. نعم. طبعا من كثرة المشاهدات اللي هم الوصف شاهدوها الناحية الوصفية، يعني حتى شعر الوصف كان راقيا عند شعراء العصر الجاهلي. وطبعا ده زي ما قال شعراء الديوان ان هم ده بيبقى على حساب المضمون والفكرة، وانتقدوهم في ده، وانتقدوهم في ذلك. فالبعض بيقول لا، ده جانب البياني، ده من خلال هذا الجانب البياني تتضح المعلومة وتتضح الفكرة، فله جانب إيحائي وله جانب معنوي. وبعدين يمكن يعني أنا بنصح أبناءنا الطلاب لا يذاكروا من مصدر خارج مصدر كتاب الوزارة في طبعته التي كانت العام السابق في مدرسة الإحياء والبعث والعام الحالي. ليه؟ لأن في طلبة بيجيبوا أسئلة من السنوات السابقة كان فيها مدرسة الإحياء والبعث كثيرة كثيرة الأفكار ومتعددة الجوانب. سمات مدرسة الإحياء والبعث مش موجود في الأدب الجديد. تمام. تمام. طيب، يعني حتى السؤالين اللي سألتهم نادية مش موجودين في منهج هذا العام. نعم. لكن احنا هنبقى نعرفها الحاجة دي على أساس ايه؟ حاجة لنفسها. عصفت قصبة. نعم.
ايه الصوره الجماليه في عاطفه ده احنا كده عندنا بتهيألي يا استاذ صلاح 9 ألوان بيانيه. نعم نعم مع المخلي المركب كمان. تمام. يعني عصفت هو شبه مين يا استاذ صلاح؟ فتره الشباب. فتره الشباب، يعني انا عايز اجيبها في ورقه لوحدها دي. عصفت كالصبا اللعوبي. حضرتك عايز تشرح الخيال المركب؟ نعم. ومر عشان الطالب يفهمه. ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. هو بيتكلم عن مين يا استاذ صلاح؟ فترة الشباب؟ نعم. يبقى هو شبه فترة الشباب بأنها ريح عاصفة. ده استعارة مكنية سر جمالها التجسيم. هذا رقم واحد. ويشبه فترة الشباب بأنها ريح الصبا. ده تشبيه. ده رقم اتنين. في كيف هو التشبيه. تمام. والصبا اللعوب استعارة. مكنية شبه فترة الشباب بفتاة رشيقة لعوب. تمام. أو شبه الصبا بأنها فتاة رشيقة لعوب. الرياح. طبعا بالإيه؟ بخفة الحركة. ده الإيحاء اللي هو الأثر في المعنى. كده عندي ثلاثة. طيب. مرت. هو بيتكلم برضو عن فترة الشباب. مرت فيها استعارة مكنية. شبه فترة الشباب بإنسان يمر. تمام. كالصبا اللعوب. ومرت اللي هي سنة. فترة الشباب. ومرت طيب. سنة. سنة ده تشبيه. شبه فترة الشباب بالغفلة. لأنها سنة اللي هي الغفلة أو يعني النوم القصيرة. وسنة حلوة على بعضها استعارة مكنية. استعارة مكنية. شبه السنة بأنها طعام حلو. وكلمة لذة تشبيه. تشبيه بقينا كده في 7. شبه فترة الشباب بأنها لذة. ولذة خلسة على بعضها استعارة شبه اللذة بأنها كنز يختلس. والبيت كله أستاذ صلاح كناية عن سرعة مرور فترة الشباب. يبقى أنا عندي 9 ألوان بيانية في بيت واحد. ما أعظم هذا الشاعر أمير الشعراء، استطاع أن يحشد الجزئيات وكانت له القدرة على تركيبها وتكوينها، فكان بحق أمير الشعراء. نعم. 9 ألوان بيانية في بيت واحد، هذا يدل على أنه شاعر عملاق. نعم بالطبع. وأيضا في البيت ما يسمى بالخيال المركب. نعم. خيال المركب لما أقول عصفت قصبة. نعم. تشبيه. والصبا اللعوب استعارة مكنية. استعارة يعني تحول المشبه به إلى مشبه مع الاستعارة. كلمة الصبا اشتركت في صورتين. نعم. فهو ما يسمى بالخيال المركب. نعم. أو الصورة المركبة. نعم. وأيضا سنة حلوة فيها تشبيه، وسنة سنة شبه فترة الشباب بالسنة، وسنة حلوة استعارة مكنية. إذن كلمة سنة اشتركت في صورتين فاسمها خيال مركب. تمام. وصورة مركب. تمام. نعم. البيت الخامس يقول: كلما مرت الليالي عليه رق. طب نشوف قبل ما ننتقل للبيت الخامس يا استاذ صلاح، هل هناك من تعليقات على البيت الرابع؟ عصفت كالصبا اللعوبي. يعني هيقول لك اللعوب دي بتشير الى ايه في واقع احمد شوقي؟ الى النشأة المطرفة التي كانت لاحمد شوقي في القصر. ومن قبل ذلك تزاحمت. يعني. نعم تزاحم. ده إشارة. تزاحمت الألوان البيانية لأنه نشأ في جو مطرف منعم في قصر الخديوي. تفضلتم بذكر أن السنة أجمل من النوم. أيهما أجمل ولا ماذا؟ سنة حلوة أم نوم حلوة؟ طبعا، لأن طبعا هو عايز يقول فترة الشباب سريعة الانقضاء، وسرعة الانقضاء ليست مع النوم فترة وإنما مع السنة. نعم. طب نذهب إلى البيت الخامس أستاذ صلاح. كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقصي. هو البيت الخامس. نعم. والسادس والسابع ليهم نفس الفكرة، لأنه بيتكلموا عن قلب الشاعر. نعم. مستطار إذا البواخر. والرغبة في العودة يعني. نعم. والرغبة في العودة. وبيتحدث عن المشبه هو هنا قلبه. نعم. فيقول: مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عود بعد جرسي، راهب في الدلوع للسفن فطن، كلما ثرنا شاعهن بنقص. طبعا في البيت الخامس كلما ده اسم شرط غير جازم يدل على ارتباط او استمرار ارتباط الجواب بالشرط. مرت الليالي يعني انقضت الليالي عليه، يعني على القلب، على ما يعود الضمير في كلمة عليه على القلب.
رق يعني سهل ولان واشتاق، وطبعا او اشتاق، والمضاد طبعا بتاعها في نفس الشطر تقصي. تقسي. العهد يعني المعهود او المعروف، في الليالي يعني عن الليالي، ان هي بتقسي يعني تعلم القلب القسوة، وخاصة ليالي الاحزان. إذن شاعرنا امير الشعراء احمد شوقي اراد ان يقول هنا في هذا البيت في عجالة استاذ صلاح، الشعر يتحدث عن قلبه قائلا، وهو نفس الفكرة التي يتحدث عنها عن قلبي فيها، فيقول: كلما مرت الليالي والأيام عن قلبي على قلبي ازداد حنينا وشوقا، على الرغم إنه من المعهود ومن المعروف ومن المألوف أن الليالي والأيام تقصي القلب. نعم، نعم. وخاصة إذا كانت ليالي الأحزان. نعم. يعني أنا شايف يعني لمحة كده أستاذ صلاح، إن الليالي المقصود بها الليالي في الشطر الأول، الليالي على وجه العموم. ليه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة الإسلامية: لا عزاء بعد ثلاث ليال. ليه؟ لأن العزاء يجدد الأحزان. أهل الميت بيبقوا يعني في عداد إيه؟ بدأوا ينسوا شوي، إلا لو كنت أنت مسافر وتقول لهم: معلش أنا لسه راجع من السفر وعارف الآن، وربنا يعني إيه، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عند الله بأجل مسمى. نعم. فاصبروا واحتسبوا يعني مصابكم، أو يعني من مات لكم عند الله. طيب، الليالي هنا الليالي على وجه العموم، لكن الليالي في الشطر الثاني أرى أنها ليالي خاصة، اللي هي ليالي الأحزان، اللي هي بتعلم القلب القسوة. ولذلك لما الليالي بتمر على الإيه، على القلب، بيبدأ يرق ويلين أو يزداد شوقه، مهما كان مصدر يعني العذاب والألم، ما هو موجود اللي هو بريطانيا، لكن القلب رق يعني إيه، يعني ازداد حنينه، بس ازداد حنينه لمين؟ للوطن مش للاحتلال. لكن المعهود في الليالي ليالي المنفى بقى، إن هي بتعلم القلب الإيه، القسوة. مرت الليالي نحن أمام لون بياني أستاذ صلاح. مرت الليالي استعارة مكنية، صور الليالي بإنسان يمر، سر الجمال التشخيص، وتوحي بسرعة الانقضاء. تمام. مرت الليالي عليه، احنا قلنا على ما يعود الضمير في كلمة عليه، يبقى يعود على القلب. كلما مرت الليالي عليه، ممكن نقول فيه استعارة مكنية، شبه القلب المستفاد من الضمير بأنه إنسان يمر عليه. ولما يقول لي ليه أخر الجر والمجرور، يبقى أخر الجر والمجرور للعموم، لكن قدم الجر والمجرور يبقى للتخصيص. طيب، مرت الليالي عليه رقة، يبقى شبه القلب بإنسان يرق. صور القلب بإنسان يرق، وكان مشبه القلب بإنسان، بس إنسان يمر عليه، وهيجيب لي صفة من صفات المشبه به اللي هو الإنسان، إن هو إن إيه؟ إن هو بيرق. إذن نحن أمام ترشيح، صورة ممتدة، صورة ممتدة تقوي المعنى وتعمق الخيال. العهد في الليالي تقسي من أي أنواع الإطناب أستاذ صلاح؟ طيب، قبل ما نقول أو تفضل إطناب، نقول معانا بسام. بسام، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضراتكم؟ إزيك يا بسام؟ إيه أخبارك؟ الحمد لله تمام. لو سمحت انا بس في تنويه، وحضراتكم نسيتوا البيت الرابع: وصلى مصر هل ترى القلب عنها. احنا قلنا ما قلناش البيت الرابع. والله انت على حق يا بسام. طب برافو عليك يا بسام، هنقول لك حالا قبل ان نبدا. استكمل. طب كان في عندي سؤال، معنى في نص القراءه، درس القراءه الثاني، ينفع اساله ولا لا؟ اتفضل قول قول. هو معنى كلمة مغاني، في مغاني النبض. مغاني الايه؟ النبض. هقول لك على حاجة، نرجئ هذا السؤال للدرس، لحين الدرس. ليه؟ وخاصة أن هذا موضوع من الموضوعات الجديدة جديدة. التي لم يدرسها الطلاب حتى يعني الآن. أنت يعني مسبق شوية، فأنا عايز بس عشان إيه الكل يستفيد يا بسام. تمام. لكن هنأتي لك بالبيت الرابع سريعا، وعفوا ومعذرة. وسلى مصر هل سلى القلب عنها. سلى يعني سألة، سلى يعني سألة. هل سلى القلب عنها، سلى يعني نسي القلب عنها، يعني عن ايه؟ عن مصر. أسى يعني عالج، وطبعا اسم الفاعل منها آسن.
جرحه يعني تعبه، تعب أو داء. الزمان يجمع على أزمنة وأزمن، المؤسي يعني المعالج. هنا الشاعر يطلب من صاحبيه أن يسأل مصر هل نسيها القلب؟ طبعا الاستفهام هنا غرضه النفي، فالقلب لم ينسى مصر. وكذلك الزمان المؤسي الذي يعالج الجراح لم يستطع أن يعالج جراح الشاعر. هنا أستاذ صلاح، سلا أمر غرض الالتماس، سلا مصر استعارة مكنية سر جمالها التشخيص، شبه مصر بإنسان يسأل. سلا القلب استعارة مكنية سر جمالها التشخيص، شبه القلب بإنسان يسلو يعني ينسى، تأخير الجر والمجرور للعموم. سلا أمر غرض الالتماس والتمني، إنشاء استفهام هل سلا القلب عنها، ده استفهام غرضه النفي. أسى جرحه الزمان، الجرح استعارة تصريحية. ليه؟ المشبه محذوف اللي هو النفي والغربة والتشريد، شبه النفي والغربة والتشريد بالجرح. طيب الزمان المؤسي، شبه الزمان بإنسان يعالج، ده استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. طب بنتنا كانت بتسأل يا أستاذ صلاح، بتقول هل المؤسي، أضافت جديد بعد أسى؟ نعم، أكدت المعنى. إيه المعنى اللي أكدته؟ أن الزمان لم يستطع أن يعالج، أكدت عدم استطاعة معالجة الزمان لجراح الشاعر لأنها بالغة وقوية وتتمثل في نفي الشاعر وغربته وتشريده. الشاعر في البدء بيستكمل حديثه لصديقيه طبعا. تمام، وسلا وسلا طبعا جناس ايه؟ جناس تام يا استاذ صلاح، ده محسن بديعي. طيب والجرح والمؤسي ده طباق. تمام، هو الشاعر في البيت الرابع بيخاطب صاحبيه وبيقول لهم سلا مصر هل سلا القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي. بيخاطب الصديقين الوهميين وبيقول لهم اسال مصر هل استطاع قلبي ان ينساها وسترد مصر بالنفي، او استطاع الزمن الذي يعالج ويداوي. لذلك الطالب بيعرف ازاي النفي والتقرير يا استاذ صلاح؟ طالما الاجابه بلا، طالما الاجابه بلا، يبقى النفي. يبقى القلب ما انساش فعلا. نعم، او اسى جرحه الزمان المؤسي، او استطاع الزمان الذي يعالج ويداوي جراح الناس ان يداوي ويعالج جراحي انا، وسترد ايضا مصر بالنفي. وزي ما تفضلت حضرتك، سلا الاولى وسلا الثانيه بينهما جناس ناقص. هناك نعم، عده اختلافات بين سلا الاولى وسلا الثانيه. اولا نعم، المعنى سلا الاولى معناها سأل، وسلا الثانيه بمعناها نسي. سلا الاولى نكشف عنها في المعجم في سأل، وسلا الثانيه نكشف عنها في سلوى. تمام، سلا الاولى الالف اللي فيها الف الاثنين، لان الكاتب يخاطب صديقين وهميين، اما لذلك على وزن فلا. نعم. تمام، وسلا الثانيه هي الالف اصليه. سلا الاولى وزنها فلا، وسلا الثانيه وزنها هل سلا فعل. تمام، ولذلك هناك عده اختلافات بينهما، على الرغم من ذلك بينهما جناس تام، لان الكلمتين متشابهتان في الحروف مختلفتين في المعنى. إذن هناك جناس تام بين سلا وسلا للاختلاف في المعنى، أما الحروف فهي متشابهة في ترتيبها، في عددها، في تشكيلها، في نوعها. وبين جرح وهو المؤسس زي ما حضرتك قلت، طباق يبرز المعنى ويوضحه. كلمة يعني الزمان المؤسس فيها استعارة مكنية. تمام، صور الزمان بإنسان يعالج الجراح وسر جمالها التشخيص. تمام، ثانوية عامة أستاذ محسن جه سؤال، جه قال لك سلا مصر ما نوع الصورة الجمالية فيها؟ وهيلاحظ الطلاب ان في خلال السنين اللي فاتت اللي هي اخر اربع اعوام، الممتحن لا ياتي بيستخرج صوره جماليه، وانما ياتي قائلا ما نوع الصوره فيه، ويجيب لك بيحددها، يحدد لك الصوره. كثير من الطلاب قال سلا مصر، ودي خطا طبعا، قال الصوره الجماليه في سلا مصر اسلوب انشائي نداء غرضه التمني. طبعا اجابه خطا، هو قال طيب نداء ولا قال امر؟ الامر او هي الاجابه خطا، ان هو يقول اسلوب انشائي. تمام، ليه؟ طيب ليه؟ لان هو طلب مني نوع الصوره، وطالما طلب نوع الصوره لابد ان يكون الاجابه، يعني انا هحدد تشبيه او استعاره او كنايه او مجاز، حتى وان كان فيها اسلوب انشائي. نعم، ده جاء في عام من العام السابقه يا استاذ محسن. نعم، سلا مصر، وكانت الاجابه طبعا استعاره مكنيه. تمام، طيب نذهب الى البيت الخامس. نعم، الذي كنا قد بدانا فيه. كنت اسال استاذ صلاح ما نوع الاطناب في قوله والعهد في الليالي تقسي؟
طبعا الاطناب جاي حكمه في نهايه البيت، مش براعه استهلال مش جايبها في البدايه، ده في نهايه البيت، يبقى ده الحكمه دي يعني زيل بها البيت الاطناب بالتزييل عشان يؤكد المعنى. وهذا دليل على ان شوقي عرض القدماء في استخدام الحكم، يعني أتى بحكمة في نهاية البيت، أتى بحكمة أيضا في بداية الأول. البيت الأول كلما مرت الليالي التاسع والعاشر هتلاقي أن هو كلها حكم. تمام. مرت الليالي طبعا استعار مكنية سر جمالها التشخيص كما تفضلتم، وإحنا قلنا يا أستاذ صلاح مرت الليالي عليه شبه القلب بإنسان يمر عليه. نعم. ويرجع تاني، ده استعار مكنية سر جمالها التشخيص، يرجع تاني يجيب صفة من صفات الإنسان أن هو بيرق، يبقى جايب ترشيح في كلمة رقة، ده استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. الليالي تقسي استعارة مكنية سر جمالها التشخيص، شبه الليالي بإنسان يعلم القسوة. طبعا احنا قلنا العهد معناه المعهود أو المعروف. أيهما أجمل ولماذا؟ مرت الليالي أم مرت الأيام؟ طبعا الليالي دي مجاز مرسل يا أستاذ صلاح، علاقته الجزئية عن الزمن. وشمعنا الليالي بالذات؟ لأن الليالي مجتمع الأحزان، مجتمع الهموم. حزين. تمام. شعر حزين على أرض المنفى، ولذلك مرت الليالي أفضل أجمل من مرة الأيام. الأيام. تمام. طيب. في سؤال في النماذج القديمة يا أستاذ محسن بيقول، تفضل. قال الشاعر في البيت الخامس: كلما مرت الليالي عليها رق، والعهد في الليالي تقصي. نعم. هل ترى تناقضا بين قول الشاعر في البيت الأول اختلاف الليل والنهار ينسي، وبين قوله في البيت الخامس كلما مرت الليالي عليها رق؟ وفي البيت الأول بيقول اختلاف الليل والنهار ينسي، مرور الأيام بينسي، وفي البيت الخامس بيقول كلما مرت الليالي عليه رق. نعم. كل ما بتمر الأيام بيرق. تمام. هل ترى تناقضا بين ما قاله الشاعر في البيت الأول وبين ما قاله في البيت الخامس؟ البيت الأولاني قال إيه يا أستاذ صلاح؟ قال اختلاف النهار والليل ينسي اذكرى للصبا. هو عايز إيه؟ طب في تناقض الاول ولا مفيش تناقض؟ انا شايف مفيش تناقض. نعم. ليه؟ لان الحنين زائد الى الوطن، بس هو عايز يستريح نفسيا، فطلب ان يتذكر مرحله الصبا. هنا الحنين زائد، ولذلك ها القلب في مرحله رقه لا قسوه. عندما قال اختلاف النهار والليل ينسي، يعني هو عايز يقول انا من البشر وهنسى زي البشر، بس انا مش قادر انسى الالم اللي انا فيه حاليا، فانا احب الوطن واريد ان انا ابقى رايق نفسيا، فعايز حاجه تروقني نفسيا. اذا مفيش اختلاف. نعم. لان هو قلبه رقيق في البيت الخامس، وقلبه رقيق ايضا في البيت الاول. يعني هل ترى تناقضا بين قول الشاعر اختلاف النهار والليل ينسي، وبين قوله في البيت في الاول بيقول مرور الايام بينسي، في البيت نعم. الخامس بيقول كلما مرت الليالي عليه رق؟ نعم. لا يوجد تناقض زي ما قال استاذ محسن، لان البيت الاول حكمه عامه. نعم. ينطبق على الناس. انا من البشر، ينطبق أنا على الناس، الناس كلها. ان مرور الايام بينسي، ولكن الأمر بالنسبة لي أمر مختلف. تمام. لأنني عاشق لتراب هذا الوطن، ولذلك قال كلما مرت الليالي على قلبي ازداد حنينا وشوقا. إذن لا يوجد تناقض، لأن البيت في الأمر في البيت الأول حكمة عامة، وفي البيت الخامس هو الأمر بيخصه هو، والدليل إن الجزء الثاني من البيت الخامس بيقول والعهد في الليالي تقصي، يعني ده المعهود والمعروف عند كل الناس إنها بتقصي، أما الأمر بالنسبة لي أمر مختلف. بس احنا قلنا يا صلاح برضو إيه؟ إن الليالي دي ليالي خاصة، اللي هي ليالي الأحزان. نعم. تمام. إذن ممكن الطالب يضيف أن هذا خاص بالشاعر، وإن كان الشاعر يندرج تحت طائفة العموم اللي هو عامة الناس في الحكمة التي وردت في البيت الأول. نعم. تفضل يا محسن. أما يقول رق وتقسي، انطباق يبرز المعنى ويوضحه. طيب. كلما مرت الليالي عليه رق، والعهد في الليالي تقسي، لما يقول علاقة البيت ده بالأبيات السابقة، أنا عايز أقول نتيجة. ليه؟ هو طلب من صاحبيه إيه يا أستاذ صلاح؟ صفة ليه ملاب، وبعدين علل، قال عصفت كالصبا اللعوب، ومرت سنة حلوة ولذة خمس، وبعدين جه في البيت الرابع سلا مصر، وقال إيه؟ سلا مصر هل سلا القلب عنها؟ البيت الرابع نتيجة، والبيت الخامس نتيجة، ما هو ما انساهاش القلب، يبقى معناها إيه؟ متعلق بيه، يبقى الدليل أو النتيجة اللي ترتبت على سرعة مرور فترة الشباب اللي هي البيت الرابع سلا مصر، والبيت الخامس كلما مرت الليالي عليه،
البيت الرابع والخامس نتيجة للبيت الثالث. طيب ايه العلامات على ان قلبه متعلق بمصر؟ هيجي لي علامة في البيت الخامس اللي هو مستطار، والبيت البيت السادس اقصد مستطار، والبيت السابع راهب. يبقى البيت الخامس والذي قبله البيت الرابع علاقتهما بما قبلهما نتيجة، لكن البيت السادس والسابع علاقتهما بما قبلهما الاثنان علامتان على تعلق القلب بمصر. العلامة الأولانية على أن قلبه تعلق بمصر أن القلب مستطار، والعلامة الثانية أن القلب راهب. فمستطار طيب. يعني نتناول البيت السادس بالتفصيل بقى يا استاذ محسن. مستطار معناها مفزوع، مفزوع. وطبعا مفزوع. المادة المعجمية بتاعتها طيب. طيارة، وده خبر لمبتدأ محذوف تقديره قلبي. نعم. وطبعا المضاد مطمئن اذا ده اسم شرط يدل على التوكيد. البواخر يعني السفن، والمفرد باخرة، رنت يعني احدثت صوتا، والمراد صفرت يعني احدثت صفيرا عندما اتت الى الميناء. اول الليل، الليل رمز للمنفى، عوت يعني احدثت صوتا عاليا يشبه عواء الذئب، بعد جرس اللي هو الصوت المنخفض ويجمع على جروس. إذن ماذا أراد الشاعر في عجالة أن يقول أستاذ صلاح في هذا البيت؟ الأول بس أقول للطالب أن كثير من الطلاب لو جه كلمة جرس وحطها لي في اختيارات، جمع جرس، أجراس، جروس، الإسنان معا، لإما هيقول أجراس لإما الإسنان معا، وده خطأ، لأن هيقول لي طب أنا طول عمري بقول أن جرس أجراس. جرس اللي هي الآلة الحديدية جمعها لكن ده جرس. اما الجرس الا وهي النغمه الموسيقيه، حتى هو بيبقى يقول بتحدث جرسا موسيقيا. نعم. وجمعها جروس، هنا جمع جروس ولا تجمع الا على جروس. طيب. تمام. يقول الشاعر ان قلبي يصبح كالطير المفزوع حينما يسمع صوت البواخر وهي عائده او وهي ذائبه، لانه كان يتمنى ان يكون بداخلها. قلبي يصبح كالطير المفزوع حينما يسمع صوت بيبقى عنده البواخر. امل كده ان هو يركب معاها وهي عائده او وهي ذائبه، لا وهي ذاهبه، لانه كان يتمنى ان يكون بداخلها. نعم. وطبعا يعني لما الصوت بتاعها بيرتفع بيعرف ان هي ماشيه ومش هتاخده معاها، فطبعا يعني ايه بيبقى هذا الصوت يبعث على العواء وكانه قوية. التشاؤم لا التفاؤل. طيب هنا استاذ محسن لما اقول لك مستطار، ايه الصورة الجمالية في كلمة مستطار؟ ده استعارة مكنية، سر جمالها هنعرف سر الجمال من خلال المشبه والمشبه به. شبه القلب بإنسان مفزوع، يبقى ده استعارة مكنية، سر جمالها التشخيص. طبعا ده ولو قلنا طير مفزوع يبقى سر جمالها التوضيح، يبقى توضيح المعنى. ده بيوحي بالقلق بالاضطراب، وطبعا مستطار ده إيجاز بحذف المبتدأ للاهتمام بالخبر، وكأنه لا يوجد إلا هذا الخبر. تفضل. طيب. كلمة مستطار بعض الطلاب هيجي يقولك القلب مش موجودة، فحضرتك اعتبرت انها استعارة مكنية ازاي والمشبه مش موجود؟ معلومة من السياق، والبعض ممكن بتناقش مع بعض الزملاء قالك طب انا ممكن اقول عليها استعارة تصريحية زي كلمة راهب اللي جاية بعدها. لا بس هي استعارة مكنية. تمام. انا بقول يعني لو الطالب علل وقال ايه حذف الايه، لكن فيها ايجاز بالحذف طبيعي. أنا وهو عارف ان الاستعارة التصريحية بيكون في كلمة واحدة. ايوه بس هنا شبه القلب بايه؟ بالمستطار. لا ده هو انا معاه كلمه استعاره مكنيه، ده مش شبه القلب بالمستطار، لا ده شبه القلب يا اما بطائر مستطار يعني مفزوع، يا اما بانسان مفزوع وجاب صفه من الصفات. نعم. لكن في كلمه راهب ممكن تمشي، شبه القلب بالراهب تمشي. هو عايز اقوله ان كلمه مستطار بعض الطلاب قد يظن ان المشبه غير موجود، فدي تبقى استعاره تصريحيه. لا هي استعاره مكنيه. هو المشبه موجود، وديني هقول لك اهو، طالما في ان ايجاز في ايجاز بالحذف كان المحذوف موجود، كان الشاعر يقول قلبي مستطار، القلب موجوده، والطير المفزوع والانسان مش الانسان المفزوع مش موجوده، يبقى اذا استعاره مكنيه. نعم. طالما في ايجاز بالحذف المحذوف موجود. تمام. طيب قلبي مستطار اذا البواخر رنت اول الليل او عوض بعد جرس. طبعا اذا بتفيد التوكيد يا استاذ صلاح. نعم. اذا افضل من ايه؟ لانها تفيد التوكيد، لانه هو طبعا موجود فين؟ موجود يعني مطل على ميناء برشلونه في قصر اسمه قصر الحمراء في الاندلس، يبقى هو متاكد من صوت السفن. نعم. بعض النقاد بيقول ايه؟ بعض النقاد قال ان كلمه رنت او كلمه عوت فيها تناقض، لان
الشاعر في اللفظين رنت وعوت يتحدث عن السفينة أو عن الباخرة، فلماذا قال مرة رنت ومرة عوت؟ بعض الناس أصابوه بالتناقض. أنت شايف تناقض أستاذ صلاح؟ لا طبعا مش تناقض. إزاي؟ الشاعر قال بل يعني بل أنا معك. بل عكس، أنا أرى أن الشاعر كان دقيقا. تمام. هو يتحدث عن السفن وهي عائدة فقال. ده جاية جاية رنت. يعني هيسمعها. هو وهي عائدة بالنسبة له أن صوتها رنين لأن هناك أمل في أن يكون بداخلها وتعود به. أما وهي ذاهبة الصوت صوت البواخر بالنسبة له أصبح ما هو عارف عواء. مش هيركب فيه، لا مش أن الحالة النفسية قد تغيرت فأصبح صوتها قد أصبح كصوت العواء لأنه لن يكون بداخله. يعني إذن وهي جاية يعني رنين كأنك وهي بتقول فيه ملمح من ملامح الرومانسية عنده على الرغم أنه كلاسيكي، كأنه رسم الطبيعة من خلال مشاعره. نعم نعم، يعني ملمح. تخيل أن السفينة تمام بالنسبة له، ولذلك رنت تدل على التفاؤل، أما عوت فتدل على التشاؤم. نعم، ولذلك ممكن أقول بينهما ما يشبه الطباق. نعم، إيه المشكلة؟ نعم، طباق في المعنى. آه. طب هنا أستاذ محسن، البواخر عوت، إيه الصورة الجمالية؟ البواخر عوت استعارة مكنية، سر جمالها توضيح المعنى، حيث شبه البواخر بذئب يعوي، وهذا يدل على شدة الاضطراب والفزع. نعم، وطبعا عدم الاستقرار النفسي. طب بما توحي كلمة مستطار؟ مستطار بتوحي بالقلق والاضطراب، لأن القلب مفزوع يبقى مش مطمئن. طب مفزوع ليه؟ لأن هو نفسه يروح البلد بتاعته. طب البلد بتاعته وسيلته للوصول إيه؟ ده من مظاهر التجديد عنده بقى. إن بدل ما الناقة والفرس هي اللي هتوصله، لا البواخر. فالقلب مفزوع لأنه شديد الشوق الى الوطن، وخايف ان ما يروحش لان مش عارف موقف السفينه ايه. بس السفينه وهي راجعه زي ما حضرتك قلت كده بتبعث على التفاؤل، ممكن تاخده معاه. لكن اما عرف ان الصوت بتاعها بدا يعلى، يبقى معنى كده ان هي خلاص اقلعت عن المكان او ذهبت عن المكان، يبقى هو راحت خلاص مروحه، يبقى عرف ان مش هيركب معاها، يبقى الوضع بالنسبه له وضع تشاؤم وليس تفاؤل. نعم. يتحدث أيضا عن القلب قائلا في البيت، وثلاثة أبيات هنا تعتبر صورة ممتدة. نعم. نقولهم بعد البيت الثالث: راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرن شاعهن بنقص. راهب يعني منقطع للعبادة، متعبد. أو مراقب أو متعبد، وطبعا تجمع رهبان، ده جمع الجمع رهابين ورهابنة. نعم. في الضلوع المقصود عظام الصدر، وده مجاز مرسل هنعرفه. للسفن اللي هي جمع كلمة سفينة، فطن يعني ذكي أو مدرك أو منتبه والمضاد غافل، والجمع فطن وفطن. فطن وفطن بضم الطاء أو تسكين الطاء. تمام. كلما ثرنا يعني تحركنا، والمضاد توقفنا، شاعهن يعني ودعهن بنقص يعني بصوت يصدر من قلبه كالناقوس، والجمع نقوس. إذا ماذا أراد الشاعر أن يقول في هذا البيت أستاذ صلاح؟ هو الشاعر يتحدث عن قلبه أيضا. نعم. الشاعر كما تحدثنا وقلنا يجلس في الأندلس، يجلس أمام الطبيعة الجميلة، وعلى الرغم من ذلك يتمنى أن يعود إلى الوطن. يجلس أمام البحر يرى البواخر وهي ذاهبة وعائدة، فيقول: قلبي يصبح مثل الراهب ساكن وهادئ ومطمئن بين ضلوعه كلما عرف أن السفن لا تتحرك. يعني طول ما السفن ما بتتحركش قلبي هادئ وساكن ومطمئن، ولكن حينما تبدأ السفن في الحركة يودعها قلبي بصوت يشبه صوت الناقوس. يبقى سرعة ضربات القلب. نعم، يعني قلبي طوال ما السفن هادئة وساكنة لا تتحرك قلبي ساكن وهادئ ومطمئن، كلما تحركت تلك السفن ودعها قلبي بصوت يشبه صوت الناقوس. الراهب ده إيجاز بالحذف. نعم. حذف المبتدأ للإهتمام بالخبر، وده تشبيه كده يا أستاذ صلاح، شبه القلب بالإيه؟ بالراهب. ويمكن أن تكون استعارة هي حتشبه القلب بإنسان يتعبد. يمكن أنا ضد الاستعارة هنا، يمكن وهذا رأيي. بس معظم الكتب كتبها بس استعارة. أنا ضدها ليه؟ لأن ما أقول شبه القلب بإنسان وحذف الإنسان وجاب صفة من صفات الإنسان وهي الرهبنة، يبقى أنا عايز أرد وأقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يبقى مفيش حاجة اسمها رهبانة.
راهب بس اصل ايه يا استاذ محسن؟ تمام انا فاهم الكلام صح وكل حاجه، لكن انا بقول لك بحتفظ بها لنفسي. طيب. ولا الزم غيري. انا اقصد كمان، بس انا عايز اقول قاعده للطالب، طالما ان المشبه به ياتي في صوره المشتق وليس الجامد، تمام. اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، هي صحيح عارمة. صحيح. نعم. لكن انا بخرجها من زاويه دينيه شويه. طيب. راهب، هو شبه القلب بالراهب، وشبه القلب بالانسان الفطن، وشبه القلب بإنسان يشيع. إذن جاب لي أكتر من صفة للمشبه به، يعني جاب مشبه به وأتبع المشبه به بعدد من صفاته. إذن فنحن أمام استعارات مكنية وصور ممتدة أو مرشحة. راهب في الضلوع للسفن فطن، الترتيب الطبيعي راهب فطن في الضلوع للسفن. أدي مؤخر، ده أسلوب قصر. كلما سرنا شاعهن، شاعهن يبقى شبه القلب بإنسان يشيع، وشبه السفن بإنسان يشيع، يبقى أنا عندي خيال مركب في شاعهن. ونقص فيها استعارة تصريحية، شبه الصوت المنبعث من قلبه بأنه كصوت الإيه؟ الناقوس. استعارة تصريحية لحذف المشبه. جمع نقص إيه يا أستاذ؟ نقوص. نقوص. طيب احنا لو قلت حضرتك قلت دلوقتي على البيت الاخير ده، هو بيتحدث الشاعر عن قلبه ايضا، فقال نعم. راهب في الضلوع للسفن فطن. قلنا جمع فطن ايه عشان بتيجي في اختيارات للطالب؟ فطن تجمع على فطن وفطن، يعني بالتسكين للطاء او بضمها. طب هنا في ايجاز بالحذف برضو يا استاذ محسن؟ نعم، راهب الاساس قلبي راهب، وحذف المبتدا اللي هو كلمه قلبي للاهتمام بالخبر. يبقى في الاثنين دول مستطار وراهب. نعم، إجاز بحذف المبتدا للاهتمام بالخبر. طيب، وعلاقه البيت السادس والسابع بما قبلهما علاقه علامه على النتيجه، والنتيجه هي موجوده في البيت الرابع والخامس، ليتعلق القلب بمصر. الضلوع مجاز مرسل يا استاذ صلاح، ويقصد يقول الصدر، وطبعا الضلوع اجزاء من الصدر، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية. وسر جمال المجاز المرسل الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة والمبالغة المقبولة. في الثلاثة أبيات دول أستاذ محسن هو بيتكلم الشعر عن حاجة واحدة. نعم. لو خدنا من أول ثلاث أبيات هتلاقيه بيتحدث عن قلبي، وهو في الثلاث أبيات في ترشيح أو صورة ممتدة. تمام. ليه؟ قال رق، شبك قلبه بإنسان يرق، وقال مرت الليالي عليه، يعني في استعارة في الهاء هنا. نعم. وقال رق، ده ترشيح أهو. ومستطار. ومستطار. وراهب. وراهب، وقال ايه؟ فطن. وفطن. وقال شاعهن. كل ده بيتحدث فيه عن قلبي، استعارات مكنية، شبه القلب بانسان يرق وتير مفزوع، وراهب يتعبد، وانسان يدرك، وطبعا وإنسان سر يودع. جمال الخيال الممتد يا استاذ صلاح يقوي المعنى ويعمق الخيال. نعم. يعني نعم. هذه اطلالة سريعة ولمحات على يعني بعض ابيات من نص غربة وحنين. كم يتبقى لنا من الوقت استاذ صلاح؟ هو احنا يعني كده احنا خلاص ليس لدينا يعني وقت، يعني كده النص يصل الى المنتصف. هو احنا سبعة ابيات، على الرغم ان احنا هم النص 15 بيتا من قصيده 110 بيتا، هو خدنا كده يعني 15 بيتا، 100 بيت و10 ابيات ايضا. نعم. ولكن نعم. اختارت وزاره التربيه والتعليم هذه الابيات المقرره أبيات. فقط. اعزائي الطلاب، كنتم معنا على مدار ساعتين كاملتين نتحدث فيهم عن أحمد شوقي وغربة وحنين إلى الوطن. إلى أن نلقاكم من جديد، لكم منا أطيب الأماني. قبل أن نختم، لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ الفاضل أستاذ محسن العربي على تواجده معنا طوال تلك الساعتين. شكرا لك أستاذ محسن. شكرا الله لك أستاذ صلاح. طلاب الأعزاء، نلتقي بكم على خير، وإلى أن نلتقي بكم لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.